يلا يا ماما نشوفكم، خلاص هنبدأ بعد 5 دقايق إن شاء الله. أصبروا مع الأولاد. يا بروف خلاص احنا جاهزين. طيب طيب 3 دقائق بس، 3 دقائق ولا اسيبه؟ جدا إيه، انت حددت البرنامج انت ولا ابدا انا؟ انا بس ببدأ بقدمك وبعدك طيب بتتكلم. خلاص اديهم 3 دقائق، اديهم 3 دقائق، الناس عايزين يدخلوا يدخلوا، وبعدك نبدا الونس ان شاء الله. نبدا الونس. السلام عليكم يا دكتور بروف الصادق. اهلا ومرحبا بك. دقيقة بس خلينا نشغل. هاي دقيقة. عليكم السلام دكتور انور، كيف حالك؟ كيف طارق؟ طارق معك. طارق والله طارق. هاي كيف؟ اهلا بطارق دكتور، كيفك؟ الله الله يديك كويس. العافية. اهلا ومرحبا بك. الله يعافيك ان شاء الله. جيت في زمنك. الله يكرمك يا اخي. الله والله يكرم سعيدين جدا جميعكم ان شاء الليلة الله. بالونسة دي معاك يا اخي. نشوف قصة النجاح شنو؟ والله نحن والله يا اخي بأكسس. الوحيد والله نحن وخلاص. بأكسس النجاح. دكتور ياسين يا اخي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا طارق يا اخي، الله يسلمك. الله يعافيك يا بارك الله فيك، كثر خيرك. والله يسلمك، تسلم كثير. ممكن تعمل رينيم لعمار سعيد دي لياسين. اوكي جدا. انت بديت الله في طوالي شايفك. انا بديت ايوه، ف قلنا عشان يلا خلاص ابدا يا ياسين. طيب خلاص نعمل دول دقيقتين بس ابدا طوالي. تمام ربط الاشياء كلها عشان تكون مسجل للولد. لا خلاص جاهزين نحن بس يا لايف. خلاص خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله يا جماعة الجلسة بتاعتنا حتكون مختلفة كثير، يعني حتكون يعني جلسة انفورمال، وفي نفس الوقت هي يعني برضو بترجع للحتة بتاعت البحث. وأنا شخصيا بشوف إنه الإنسان بطبيعته باحث، يعني مما يتولد، يعني حتى لسه هو في بطن امه بيحاول انه يبحث عن الاصوات، بيبحث عن الحياه وكده، فالانسان بطبيعته باحث. تمام، فنحن الليله ان شاء الله يا جماعه الجلسه دي حتكون يعني مور انفورمال، حتكون حاجه كده ونسه مع راجل يعني انا شهدت فيه ومجروحه صراحه، يعني مهما تكلمت فيه يعني ما حقدر، يعني الكلمات حتعجز انه تعبر الحاجه اللي انا دار اوصلها لهم عنه. تمام، لكن انا حخليه هو بعد شويه يتكلم عن نفسه كده. بروفيسور الصادق موسى الصادق اليوم انا التقيت بيه يا جماعه برضه في 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 خضم البحث وخضم الشغل بتاع البحث للسودانيين وكده. التقينا في لندن سنه 2014 يا بروف. 2016 طبعا، دي كلها الفضل بيرجع طبعا بعد الله سبحانه وتعالى لاخونا الكبير بروفيسور علام، هو يعني اللي جمعنا في الـ في الـ في الحته دي وكده. الليله ان شاء الله يا جماعه الرحله بتاعتنا حتكون مع بروفيسور الصادق، يعني ان بروفيسور الصادق طبعا السيره الذاتيه بتاعته معروفه، يعني هسه لو اي واحد خش في جوجل كتب بروف الصادق موسى حتجيه السيره الذاتيه بتاعته كلها الانفورمال، لكن احنا الليله ما عايزين السيره الذاتيه بتاعته الانفورمال، احنا عايزين سوري ما عايزين السيره الذاتيه بتاعته الفورمال، عايزين الانفورمال، انه بروفيسور الصادق ده بدا حياته من السودان ومرورا بمحطات. فنحن الليله عايزين في الجلسه دي يتكلم لنا عن المحطات دي عشان يكون ذاته تحفيز لنا، ونشوف الناس دي يعني وصلت المرحله دي كيف يعني. تمام، الجلسات دي ان شاء الله حتكون متواصله، تقريبا حتكون اسبوعيا، حنجيب الناس الشغالين كلهم هسه، البروفيسورات والدكاتره الشغالين معانا في الكورس بتاع البحث حنجيبهم، واي واحد يتكلم لنا عن نفسه على اساس يكون تحفيز لنا كلنا يعني. فتفضل يا بروف الصادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا اخونا عرف دخل معنا، وكذلك اخونا دكتور طارق وكل الاخوة والاخوات الافاضل. الصوت كده واضح مش كده؟ كده واضح الصوت يا عيل. ف
فإن شاء الله دي فرصة جميلة جداً إنه نتعرض على بعض. حقيقة أنا دار أتعرف بطريقة تقليدية وبعد ذاك حق الناس تأخذ إيزي يعني لازم واحد يذكر التاريخ كله. أنا اسمي الصادق موسى أحمد محمد والعائلة تسمى أبو سكة تيمناً بحبوبتنا سموها سكة السكة التي هاجر بها المهدي رضي الله عنه من أبا إلى غدير فسميت جدتنا الكبيرة اسم سكة في اسم العائلة أبو سكة ونحن معلش أنا بتعرف بالقبيلة مع بس بتعرف طبعا كلنا سودانيين ومخلوطين مع كل القبائل لكن التركيبة الكبيرة في 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 هي كنانة نحن من قبيلة كنانة هذه القبيلة التي لا يعرف عنها الناس الكثير إلا مصنع سكر كنانة الذي سمي على القبيلة وهي حقيقة مصنع سكر كنانة في النيل الأبيض نشأ في سنة 87 وسمي بكنانة لأن الأرض هذه تتبع لكنانة وقبيلة كنانة تنتشر في كل الحزام المطري الزراعة الآلية ومعروف إنه في البغر البلدي الكناني البغر المعيارية في السودان أي كنانة عنده بقر حتى أنا أولادي تولدوا في ماليزيا هنا جدهم أداهم بقر برضو هذه ثقافتنا نحن هاي فنحن كنا يعني هذه القبيلة أصلا مركزة في النيل الأزرق في غري اسم السعاز سينجا عبد الله هذا برضو كناني فمنطقة النيل الأزرق إلى حد حدود مع النيل الأبيض وعلي النيل مرورا بالدمازين وبدوس وسينجا والدالي والدنيل وبنو عام دي المنطقة الأصلية لكن احنا ما عشنا فيها أصلا انتقل جدا إلى 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 جنوب إلى النيل الأبيض أو جنوب الأبيض المنطقة الآن تسمى كنانة وبهذه المناسبة الدكتور عبد الله حمدوك من كنانة من أهلنا يعني فقبيلة كنانة منتشرة في كل الحزام الزراعي يعني ناس حمدوك دكتور عبد الله حمدوك في منطقة اسمها الدبيبات في جنوب كردفان وبجبيها لأن الناس برضو شغالين بالزراعة الآلية الزرع والشمس والسمسي وزهرة الشمس والأبغار يعني كلهم ديار وكذلك هنالك في البطانة في الشرق برضو في فرع كبير جدا ويوجد فرع في كردفان في الغويد وفي مناطق كثيرة جدا وأغرب القبائل إلى كنان هي قبيلة رفاعة يعتبرهم أولاد عم فكان مسقط راسي في منطقة اسمها جودة جودة هذه منطقة تاريخية حدثت فيها حادثة 54 أول مغامرة للاستعمار وقتل فيها عدد كبير جدا من المزارعين والدكتور علي حمد إبراهيم السفير الدكتور علي حمد إبراهيم ألف كتاب اسمه عنبر جودة وعنده كتاب اسمه الذين دقوا الأبواب يتكلم عن قوانين المناطق المخفولة حيث الإنجليز كان لا يسمح لأجدادنا أن نذهب إلى الجنوب وبهذه المناسبة القبيلة الكبيرة دكتور علي حمد إبراهيم هذه القبيلة اسمها نزي وهم من الشكورية أولاد حمد النزاوي وهذه القبيلة التي عشنا معها حيث جدتي لأبي من هذه القبيلة وكذلك في الأصول البعيدة لأمي وطبعا اختلطنا بكل القبائل فتم يعني أنا تم يعني ولدت في جودة في عام 65 12/6 الآن 55 سنة منطقة جودة هذه كان يسكنها قبيلة الشكرية اللهم رحمة الله الزامن المترعى لحمد إبراهيم ولكن نحن التحقنا بهم لو سمحت يا أخو صار النسل بين السلام عليكم ياسين عليك الله أعمل كوهوست لأنه المايكات دي مفتوحة وفي تشويش شديد واصل يا بروف منطقة جودة هذه الآن متنازع عليها بين الجنوب والشمال منطقة جودة ثم بعد ذلك ارتحلنا إلى الجنوب قليلا حيث المشاريع الزراعية اللي هي مؤسسة كوستي الرنك أصبحت باسمها مؤسسة النيل الأبيض والنيل الأزرق وكل عمل الام ميوت يا برف ايوه كانت نقله كبيره جدا الانتقال الى الجنوب قليلا غرابه 20 كيلو 15 كيلو خذ المشاريع الزراعيه وكانت تسمى بالكيلوهات
كان يسمى بالكيلوهات، اللي هي أكبر منطقة فيه هو الجيجر والرنك شمال علي النيل. فكانت نغلة جميلة جدا حيث التنوع الثقافي، اللي هي في النهاية أثرت في، أنا طبعا مغيب الناس بعقلياته، التأثير الكبير هو كان الانتقال من المنطقة يكون فيها قبيلة واحد أو ناس جدهم واحد إلى منطقة متنوعة. فانتقلنا إلى الكيلوهات اللي هي تابعة لعالي النيل الرنك الجيجر، وسميت بالكيلوهات لأنها حسب تقسيم المشاريع. فنحن في منطقة اسمها كيلو 15 تتكون من ثلاثة حياة: حياة السوق الذي نقطنه، وثم حياة الموظفين أو يسموه الكم، وثم حياة آخر اسمه مدسينة ده فيه كل السودانية الثانية. فكان في تنوع صغير كبير جدا، لا تجد خمسة أشخاص ينتمون إلى قبيلة واحدة من شمال السودان ومن جنوب السودان ومن الغرب ومن الشرق وحتى من الدول المجاورة تشاد ونيجيريا. فكل الناس جاءوا بهم، يعني دي الهجرة الأولى كانت بالمناسبة. وكان شمال علي النيل يعتبر أرض الأحلام زي ما أمريكا تعتبر أرض الأحلام في الخمسينات والأربعينات وحتى الستينات والسبعينات. شمال علي النيل يعتبر أرض الأحلام للسودانيين، جاءوا من كل حرب وصوب، كل قبائل السودان الموجودة. وكانت توليفة اجتماعية جميلة جدا، لأنك في النهاية بترتبط بإنسان اختلحت معه الأزجار، كان في حياتي زي منبحتي، فالناس اختلعوا الأزجار وزرعوها غضنا وزرا وغمحا وزهرة الشمس ورب الأغنام والأبغار والخضروات والفواكه. وأصبح هؤلاء القوم من أثرى أثرياء السودان، حيث بنوا البيوت الفارهة في كل المدن السودانية وركبوا العربات الفارهة، لأنه كانت الزراعة مطرية حينما يأتي الموسم يعني جميل جدا ويكون الإنتاج كثير يعني. وكان المكن الزراعي كان فيه له دور كبير جدا بالمناسبة، هو المكن الوحيد الذي كان يمول الزراعة في السودان كله ويجلب الاستقرار للناس. يعني إذا خسرت في هذا العام تمشي معك الخسائر والديون، ثم بعد ذلك تعود وتمشي، وبعدك تعود في السنين الجاية. وكان السودان دولة عظيمة جدا، حيث في زمن النميري الزمن الذي عشنا فيه، أنا دخلت المدرسة في عام 71 أو 72، توجد في كل قرية مدرسة ومركز صحي، وفي القرية المجاورة كان في مدرسة متوسطة، نحن كان في الجيجر، حيث درست الابتدائية بكيلو 15. كانت حياة جميلة جدا، لا يمكن أن تجد هذا التنوع الثقافي حتى في المدن السودانية الكبيرة، حتى في بنرمان لا تجد هذا التنوع الثقافي، لأنه لا تجد خمسة أو عشرة ينتمون إلى قبيلة واحدة. جاءوا بثقافاتهم، لغاتهم، طريقة الأكل والشرب. لو على الأكل مثلا أديكم مثال، نحن كنا لا نعرف الدخن، جاء به أهلنا من الغرب من كردفان ودارفور، وهم كانوا لا يعرفون الروب ولا الروب الذي يعرفه السودانيين. وكثير والقراصة جاءت من الشمالية، لأنه نحن نعرف العصيدة وهكذا، العصيدة التي تغوي العقيدة. فحصل تنوع ثقافي واجتماعي وارتباط قوي جدا بين الناس كأنهم أهل، لأنهم عاشوا في ظروف غاسية واختلعوا الأزيار وزرعوها. نحن الجيل الذي يعتبر الجيل الثالث أو الرابع، قمنا مرتاحين جدا لأنه الأمور استقرت، لكن الناس جبنوا المنطقة وغلعوا الأزيار، هو أجدادنا وأبانا، حتى أبانا ساموا ذلك، عانوا كثيرا جدا حتى يبنوا هذه المدن. وبعد ذلك بعد ما أكملت الابتدائية في كيلو 15 انتقلت جنوبا إلى منطقة اسمها الجيجر، منطقة جميلة جدا، هذه تعتبر مدينة كبيرة يعني، منها الله يرحمه ويغفر له وزير الإعلام السابق الزهاوي إبراهيم مالك. الزهاوي إبراهيم مالك حسو جاء والده من رفاعة، وكانت هذه نقلة كبيرة جدا. درسنا المتوسط هناك والتقينا بعدد كبير من الجنوبيين، لأن منطقتنا لا يوجد فيها قبائل جنوبية كثيرة. وبهذه المناسبة منطقة الشمال على النيل كل الجنوبيين الموجودين فيها الدينكا هم مسلمون، أهل الأنصار أثروا فيهم يعني، وهم يشبههم نفس القبيلة التي تسكن في أبيهي، ولكن كلهم أصبحوا مسلمين يسموا دينكا أبيلا. فثم ذهبت إلى الجيجر ودرست المتوسط هناك، حيث استمتعنا بحياة جميلة جدا، فتطورت العقلية والطموح
تطورت العقلية والطموح، ثم انتقل إلى الرنكة الثانوية وانتقل إلى جيون. طيب هنا معلش بس يا بروف معلش بس داخل معاك هنا شوية. التنوع يعني التنوع الثقافي والتنوع العرقي ده يعني اضاف لك شنو في الوقت ذاك؟ يعني انت هسه لحد يا دوبك ماشي لين على المرحله اللي هي الثانوي، اضاف لك شنو التنوع الثقافي ده؟ يعني لانه دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني هسه اول حاجه اضاف لي شيء جميل جدا كل السودانيين محتاجين له، هو القبول بالاخر. القبول بالاخر انه جزء منك يعني، وهذا ما شده محتاج إليه السودان. نمر اثنين الطموح، لأنه كيش كل شيء ممكن، حيث الحب مباح. إحنا في البداية كنا بنحب، يعني شوف البيئة، زي الشاعر الذي جاء للملك أو السلطان وقال يعني أنت كالتيس في مغارة الخطوب، أنت كالليس في الشجاعة وكالتيس في مغارة الخطوب. الجماعة عاوزين يقتلوه، قام قال لهم لا كده دو شوية خليه يقعد في القصر هنا. قعد في القصر بعد ذاك يعني جلس مدة، ثم جاء به الملك والسلطان قال يلا قول لنا شعر آخر. فقال له عيون المها بين الرصافة والجزر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. شوف التغير، يعني شوف البيئة تأثيرك. فأكبر تغيير هو في المينتاليتي العقلية. أعظم شيء في حياة الإنسان هي العقلية، وكل النجاح والدمار الآن موجود في العالم سبب العقلية، إما أن تكون عقلية منفتحة أو تكون عقلية مغلقة. فأجمل ما استفدنا من هذا التنوع هو بناء عقلية تقبل التنوع وتؤمن بأنه كل شيء ممكن، لا مستحيل تحت الشمس. وإلا لما كنت اليوم أنا في ماليزيا هنا لولا هذه النشأة. يعني لو جلست في كينانا ومع أبناء عمومتي وأغاربنا لكانت عقليتي عقلية محدودة جدا. فهذا التنوع أضاف لنا القبول بالآخر، بناء العقلية الإيجابية، الطموح الذي لا حدود له، ثم لا يوجد شيء مستحيل في هذه الدنيا. طبعا بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء مستحيل في الدنيا. فكان أكبر تحدي في الثانوية في الرنك. فحينما دخلنا الثانوي في الرنك كان أنا ذاك يسمى الحكم الإغريق الجنوبي، كان بعد اتفاقية أديس أبابا في مطلع السبعينات كان في حكم ذاتي للإغريق الجنوبي. فكان الأساتذة جلهم من المصريين، أساتذة المدارس الثانوية كان في نقص. فقررت وزارة التربية أن يوقف المصريين وما كان عندهم بديل، فكان في تحدي كبير جدا. فكنا بين خيارين، إما أن نختار جانب بناء الشخصية إنك تعيش في هذه البيئة المتنوعة، تمارس الرياضة وتصادق شعوب يعني وناس من ثقافات مختلفة وتقبل بالفن الموجود والثقافات الموجودة، إما أن تذهب إلى الشمال في كوستي مثلا وتطور نفسك أكاديميا ولكن سوف تخسر جانب بناء الشخصية. فأنا قمت اخترت بناء الشخصية لأنه كنت مقتنع إنه هذه الأكاديميات يمكن تطويرها. فقبلت التحدي ودرست في الرنكة الثانوية واخترت بناء الشخصية التي أستمتع بها حتى الآن، هي العقلية الإيجابية وعقلية الطموح والقبول بالآخر يعني والاستثمار في الباقيات الصالحات. لأن حقيقة كل الناس كانوا يدعو لنا حين وكنا صغار، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، البرستي لك السوق يقول لك الله يبارك فيك، اللي تعمل له حاجة الله يبارك فيك، وهكذا. فكان التحدي الأكبر في شمال عالي النيل في الرنك، اخترنا جانب بناء الشخصية. وبعد أن أكملت الثانوي في عام 85 انتقلت إلى كينانا، حيث كثير من أهلي كانوا يعملون في تجارة هناك. خالي الذي أنا أسمى عليه اسمه الصادق وعمي بخيت وكونهم في كينانا كان هذا تنوع مختلف تماما. والله لو السودان عمل نماذج كثيرة من كنانة لكنا الآن دولة مدنية متطورة وكنا دولة صناعية. هذه الشركة التي نشأت في السبعينات، هذه الشركة يعني سكر كنانة مقارن بسكر حلفة جديدة وسكر الجنيد وعسلايا ومولوط الذي يكتمل، كانت هذه شركات حكومية، وكان هذا غطاء خاص حيث التقى رأس المال العربي مع
التكنولوجيا الغربية في أرض السودان، وشهدت ذلك وأنا طفل صغير كنت آتي في في في, في الابتدائي، حيث تجد يعني الشركة التي قامت ببناء البيارات شركة مايكل باين سير الفريد مايكل باين إن هي صن، شركة بريطانية هي متخصصة وبنت 4 بيارات لنقل الماء من النيل الأبيض إلى كنانة فوق يعني. ثم الشركة المتخصصة في المساحة اسمها هنفري، والشركة التي قامت بتركيب المصنع كبرنيل وتكنيبل وتكنيب. ثم بعد ذلك الشركة التي كانت تدير المشروع كله اسمها أرتيكل، شركة أمريكية. حتى الكاترينج، الشركات التي كانت تقدم الطعام الفود، شركة فرنسية اسمها جريميت. الشركات في شركتين سودانيات اثنين عبد الله خضر والعالمية قاموا ببناء المنازل وليتهم لم يفعلوا ذلك. لو سمحنا للتكنولوجيا الغربية لبناء المنازل لكان الآن انتقلنا إلى بناء منازل مختلفة تماما بكل أسف. فقامت كنانة بهذه التكنولوجيا وهذا المصنع الضخم يشتغل بالكهرباء فقط وتوريد الطاقة الكهرباء ذاتيا بالبغاس في الباور هاوس على المصنع، حيث جاء السودانيين وجاء العالم من كل مكان، كانوا كل رؤساء الأقسام كانوا أجانب من بريطانيا وأمريكا ومن كوبا ومن كوريا والتكنيشن من باكستان ومن الفلبين، والسودانيين بجميع تخصصاتهم خريجين الجامعات والخريجين الثانوي وحتى فاقد التعليم، وتحت لهم فرصة أن يتدربوا ثم يذهبوا للتدريب المهني ويكتسبوا مهن براد حداد سباك. فحصل تنوع تغني كبير جدا يعني، تنوع تغني كبير جدا يعني، انت بتطلع قدامك ناس من جميع انحاء العالم، ترى سودانيين خريجين جامعات يتطورون يصبحون مدراء اقسام، ترى سودانيين بالشهادة السودانية يصبحون امناء مخازن، حيث انا اشتغلت امين مخازن في عام 85 لحد 87، وتدربت على الكمبيوتر في عام 86 لانه كان عاوزين يدخلوا موضوع يدخلوا الكمبيوتر سيستم في المخازن. معلش اقاطعك هنا شويه، الحته بتاعت كنانه دي طبعا حنجيب عنها كثير، لكن بس دار ارجعك شويه للرنك اللي انت قريت، بديت الثانوي هناك في الرنك وجيت كملته في 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 كنانه ولا طوال؟ كملت في الرنك، جيت اشتغلت في كنانه بشهاده ثانيه، كملت اوكي يعني في الثانوي العادي في الرنك. نعم طيب، انا بس دايرك تقف لنا شويه الحته بتاعت انك انت لما قريت الثانوي في الرنك، بس يعني الجو العام، الجو السياسي والجو الاكاديمي والحاجات دي، بس قبل لنا عنها فيها شويه كده، يديك العافيه. طيب خلاص، اما بالنسبه للجو الاكاديمي كان في نقص في الاساتذه، كان في نقص في الاساتذه، بتذكر كان الذين يدرسون معظمهم طلاب جامعه جوبا كانوا في سنه اولى، احسن واحد فيهم كان هو في جامعه الخرطوم بتاع رياضيات اسمه فيجيليو الله يرحمه ويغفر له، وكان في عدد قليل من الأساتذة المؤهلين. أما الجانب الثقافي والاجتماعي كان هو الجانب الأفضل، يعني جانب الرياضة، الكرة، تعرف الجنوبيين يحبون الرياضة، أجمل ما في إخوان الجنوبيين اللبس الأنيق، يعني البزول لبسا أنيقا جدا، أنيقين جدا، وهذا يعني هذا اللبس تعلمنا منه، ونحن كنا في ثانوي نلبس الجاكيت والأشياء زي دي والنيك تايت والحاجة دي كلها، طبعا نتكلم بالثقافة باللسان الإنجليزي. ثم بعد ذاك التنوع الثقافي في الجوانب الثقافية والرياضية وفي التمثيل وفي الغناء وفي الرياضة. أما الجانب السياسي ما كان عندنا إحنا سياسة، أكون معك صريح جدا، كانت السياسة للجنوبيين فقط، لأنه كان فترة نميري ما كان في أحزاب، فالجنوبيين كان مغصبين على حسب القبيلة، أنت في قبيلة كده خلاص أنت مع القبيلة. وأذكر حينما حصل اختلفوا في برلمان جوبا، وكان نسبة لعدم القبول ببعض، قرروا انه يفصلوا الاقليم الجنوبي لثلاثه اقاليم اللي هي عالي النيل وبحر الغزال والاستوائيه، وكان اخواننا في الدين كما قبلوا، عشان كده جونجرن 83 طلع الغابه طوالي، ده التمرد الثاني، كلام جميل. فنحن كان اقرب لنا ناس، عندنا اصدقاء من كل الغابات، عندنا أصدقاء من كل القبائل، من الدينكا ومن الشولوك ومن النوير والقبائل الأخرى، لكن كان أقرب أصدقائي هم أخوان لاماكول من الشولوك، الدكتور لاماكول
واخوه يوانس يورا اجاوين كان في فصل دوري الخريجين المحامي اخوانه اوكيلا وكوتي دي كان بيني بينه صداقه شخصيه قويه جدا. فكنا نحن لا نمارس السياسه ولكن الجرمين كانوا يمارسوها على اسس قبليه. والشيء الجانب السلبي اذا حصلت مشكله في جوبا او في ملكان وقتل واحد من قبيله واحده تقوم المشكله هنا في الرنك. واحكي لكم قصه حصلت لي ظريفه جدا. في يوم من الايام كنت انا نايم في كنا في الداخليه يعني جاء واحد من اصدقائي الساعه 12 او 1 بالليل قال لي انت نايم لا شنو؟ قلت له خير ان شاء الله. قال لي يا اخي الناس كلها واقفه برا المشكله شنو يا اخي العزيز؟ قال لي في مشكله بين قبيله الدينكا وقبيله الشرو وانت نايم ما جايب خبر صحوني الساعه 1. فدي كان الجانب السلبي في السياسه انها مبنيه على قبيله على القبليه واذا حصلت مشكله في جوبا اذا قتل واحد في جوبا في نايم مش تقوم هنا برضه في الرنك ويقوم يتضاربوا. نفس الشيء اللي حصل الان بعد الانفصال ما زالت هذه مشكله الجنوب يعني الان هم ما بيقبلوا ببعض وما اتفقوا لحد الان بكل اسف وسالت دماء كثيره جدا ودمرت مدن على النيل دي غير الرنك دي ما في اي مدينه واقفه غير الرنك بعد ما انفصلوا. والناصر هناك في ده السبب الاساسي انه السياسه للقبيله. والشيء الاخر اقول لكم اخر حتى الدين ذاته ما عنده علاقه بالزواج يعني تجد عادي جدا مسيحي يزوج مسلمه وقد حصل يعني انا اذكر في واحد اسمه نيا كوستي هم يسموا طبعا نيا اهل الشرق كانت بنت متدينه جدا وبتصلي لان في اسره مسلمه مؤثره فيها فلما جاء الزواج تزوج واحد مصاري طبي من اهلها ما في احد يتكلم يعني. فحكايه انه مثلا في مشكله في السودان انها مشكله دينيه هذه اكذوبه كبيره جدا وجذوبة. السودان عمره ما كان فيه مشكلة دينية. ممكن يكون فيه مشكلة دينية في مصر بين الأقباط والمسلمين لكن أبدا ما كان في أي مشكلة في الجنوب بسبب الدين إنما بسبب القبيلة. وإلى يومنا هذا ما في أي مشكلة في الجنوب إلا بسبب القبيلة. أتمنى أكون جاوبت سؤالك. نعم تفضل. طيب نجي للثانوي العالي. خلصت الثانوي العالي في 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 الرنك بعد ذاك اتنقلت نعم. للشغل انتقلت الى كنانة. طبعا في البدايه انا انسان طموح جدا وفي بلدي بشتغل اي شغل. نرجع لكم لجانب ده الشغل وانا في ثالث ابتدائي انا بشتغل لانه حقيقه واحد بيرى امه وابوه شغالين وفي النهايه هو كان اكبر في العائله طبعا انا الاكبر ثم لقيت ثلاثه او اربع اخوات واخوين فتعلمت الشغل من الابتدائي انا يعني بشتغل اي شغل نمشي الجناين نشتغل في الجناين نشتغل اي حاجه. وكنت لما جيت كنانه اشتغلت في الكونستراكشن اذا تعرفوا العسل بتاع كنانه مصنع العسل الحالي الموجود في كنانه ده سنه 84 انا في رمضان وكنت صايم اشتغلت كونستراكشن عملنا الكونستراكشن الصبه دي صبيناها نحن مش صبه القياده الصبه بتاعت العسل صبه ايجابيه مصنع العسل ده انا صبيت عملت الصبه بتاعته وانا مخلص الثانوي واشتغلت في رمضان في سنه 86 في شهر 6 في الصيف والله لم احس باي الم بعد 16 يوم من ذلك الصيف الساخن وجدت وظيفه افضل هي وظيفه عامل ناموس مكافحه الناموس كنا نكافح الناموس ثم سنه 85 بعد سنه من الشغل ده كله ظهرت وظائف وتم تعييني كاتب بالشهاده السودانيه كانت الشهاده السودانيه في ذلك الوقت كشهادة الجامعة كان حاجة جميلة جدا سنة 85 فتم توظيفي في اريا 5 آخر غرية في الغرية 5 كاتب كنت يعني في النهاية أجهز المرتبات للعمال وأصرف لهم وكذا وبعد 3 أشهر بقينا وأنا مخازن في الورشة المركزية في كنانة واشتغلت سنتين كنت في المخازن وأعرف كل الإزبيرات كل الإزبيرات تجينا من من أمريكا كتربيلر وتجينا من ألمانيا ماسي فرجسون ومن اليابان ومن كوريا اشتغلت استمتعت جدا وكان السيستم باللغة الإنجليزية وحتى تدربت في الكمبيوتر سنة 86 كان يدخل نظام الكمبيوتر في المخازن يعني شوف 86 كان أنا كانت تستخدم الكمبيوتر. فبعد هذا الإغراء كله والمرتب العالي طموحي كان أكبر من ذلك وأكبر شيء كان استفزاني لما جت الانتخابات سنة 85 إنه الخريجين بيصوتوا مرتين خريجين الجامعات بيصوتوا مرتين أنا بيصوت واحد مرة واحدة
فلانه كان طموحي كبير جدا والعقليه كبيره حسب التربيه والثقافه، فقلت والله لا اجلس انا هنا، لازم امشي في الجامعه اقرا. الشهادات الجامعيه بتخلي الناس يصوتوا مرتين، ونحن نصوت مره واحده حتى في حقوقنا المدنيه، والله لا اجلس رغم الاغراء والمرتب الكبير. فكنانة كانت يعني تنوع تغني ولغوي وثقافي، حيث الناس بكل الجنسيات، وعشنا فيها أجمل أيام حياتنا، عشنا فيها أجمل حياتنا. حتى من عندكم من طلبة واحد اسمه دكتور محمد اللمين خريج مصر في الهندسة، كان مدير واحد من مدير الورشة اسمه محمد اللمين. عندكم واحد اسمه نبيل من أهل البيضل كان زراعي. فشوف انت بتتعامل مع ناس من جميع انحاء السودان في كل مكان. فمكثت سنتين ولكن طموحي كان اكبر من ذلك. فشاء الله سبحانه وتعالى ان اترك كل هذه هذا المرتب المغري وهذه الوظيفه امين مخازن وحاجه كبيره جدا يعني. ذهبت الى كان نصيبي في الازهر، وللازهر قصه. طيب قبل يعني قبل ما نمشي للازهر ادينا بس كده اتكلم لنا عن 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 كنانه كشركه في الوقت ذاك، يعني كنموذج يعني لشركه ناجحه وكذا يعني. والله كنانة في شركه، والله لو كنا محظوظين. كنانة كانت شركه كبيره جدا، قبل الناس ما يعرفوا الحاسم الفورين دايركت انفستمنت، راس الاستثمار الاجنبي. كنانة شركه شراكه، هي نجحت مقارنه بعسلايا اللي تبعد عنها 10 كيلومترات، مصنع عسلايا وحلفة جديدة وجونيد مصنع مغلوطة الذي يقوم بشركات حكومية. كنانة شراكة ما بين الحكومة السودانية والتمويل العربي، رأس المال العربي من الكويت ومن السعودية والدول الثانية دي. والتكنولوجيا تكنولوجيا غربية. وقامت في الفترة بتاعت السبعينات أواخر السبعينات، وتم افتتاح المصنع سنة 81. دي فترة كانت بتاع السلام، بل حصل السلام في الجنوب في سنة 70 في فترة نيميري. الفترة اللي هي عمل فيها كوبريكوس دي المشاريع الكبيرة العمل النيميري. فكنانة كان فيها هاي تكنولوجي ما موجودة في أي حتة في العالم. هل تعلم أنا اشتغلت في المصنع في الإجازات، اشتغلت في الرو هاوس، طبعا في الرو هاوس في الطواحين والباور هاوس، واشتغلت في تعبئة الشوالات برضو وفي البويلرز والأشياء دي، كنت بشتغل في الإجازات. هذا المصنع الضخم يشتغل فقط بالكهرباء، صدق أو لا تصدق. الطواحين والبويلرز الغلايات ومحل التعبئة ومصنع العسل وسكر المكعبات وغيره، دي كلها شغالة بالكهرباء، موتور بس تدوس الزر بيشتغل. والكهرباء توريد ذاتي من البقاس اللي هي النشارة بتاعت القصب. القصب لما يتم طحنه في الطواحين في النشارة وفي المولاص، المولاص ده هنا بيستخدموه في الأغذية والأشياء زي كده، وبيجي يعملوا كحول. كانت تكنولوجيا ضخمة جدا ومتطورة، كل المصنع هذا شغال بموترز، وناس ساكنين في كنانة كان يعني عندهم الكهرباء والموية مجان ومفتوحة. والله لو أراد الله بنا خيرا في ذلك الزمان وفقط طورنا قطاع الصناعات التحويلية لأصبحنا دولة صناعية في الثمانينات، والناس كانت مرتاحة جدا، مرتبات عالية، خدمات عالية، حتى في الأندية، نادي العمال، نادي الموظفين، نادي الموظفين الكبار السينيور ستاف. انا لما كنت عامل كنت في نادي العمال، لما كنت موظف مشيت نادي الموظفين، فيه انشطه، فيه مطاعم، فيه تلفزيون، فيه حتى تدربنا الملاكمه ونلعب الطايره والباسكت بالليل يعني. يعني كانت مدينه جميله جدا، هذا غير انك تتعرف بناس كثيرين جدا في هذه الانديه. نعم. فكنانه يعني مدينه ممتازه جدا، لكن بكل اسف ما تم تطبيقها في يعني هذا تطبيقها في 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 مناطق اخرى. ما تم. نعم. 200 كنت موظف و200 كنت عامل يا بروف. انا كنت عامل منذ ان كنت طفل، سنه 8 سنه 79 وانا في المتوسطه. في حاجه اسمها توظيف الطلبه في العطله الصيفيه، كان زمان البلد فيها قانون وفيها نظام. مكتب العمل بيديك كريت، انت كطالب عندك حق انك تشتغل في العطله الصيفيه. واتذكر كان انا كنت ابحث عن الوظيفه والتقيت برجل، والله راجل فاضل جدا اسمه حماد خير السيد، كان باش كاتب.
مش كاتب لقسم الزراعة مدير الزراعة بذكر كان اسمه سيركيس خواجة. فقابلت حمادة قلت له يا أخي أنا طالب كنت جريء جدا، يعني واحدة من الأشياء اللي خلتنا إنه يعني نكون جريئين هي تربيتنا في الجنوب والبيئة المتنوعة. يعني الواحد ما بخاف إنه يطرح قضيته. وشوف أنا صغير جدا، يعني أنا في هي كم يعني طفلة 12 سنة على سنتين 14 15 سنة يعني حتى عند الأي ذاته. يعني بهذه الجراءة أمشي مدير مكتب الزراعة وأقابل الباشكاتي بقول له يا أخي أنا طالب وده أشتغل في الإجازة. وكان الرجل كانوا السودانيين زمن ذاك، يعني كانوا السودانيين بمعنى الكلمة، ما كان في سياسة، ما كان في إخصاء وإخصاء آخر ولا بل وبل آخر وكلام ده كده. وبيتعامل معك كسوداني يعني. هذا الرجل تعاطف معي ووظفني معه مراسلة. أنا اشتغلت مراسلة كلام جميل في مكتب مدير الزراعة، اشتغلت معهم فترة الإجازة. ولما جيت أرجع المدرسة أداني كل الأشياء الممكن أشيلها. فمشيت طبعا إحنا جنوبيين ولبسين جدا، اشتريت لي أديداس وشبشب مجروس وبعدها التيشيرت والبناطين الجينز والكابات والساعات الكاسيو الإلكترونية دي. يعني دبجت نفسي تمام عشان أمشي أكشر لجماعة في الرنج هنا في الجيجر، كنت في الجيجر المتوسط، بناطلين وقمصان وجزم أديداس وشبشب مجروس. يعني شوف أقول لك بيرغام ما أفضل بيشتريها. الشبشب والمجروس كان ب 25 جنيه سوداني، أضربها في ثلاثة 75 دولار. الأديداس كانت ب 15 جنيه أضربها في ثلاثة ب 45 دولار. الساعة الكاسيو كانت ب 25 جنيه أضربها في ثلاثة شوفها كم دي 75 دولار. أجعص تاير ما كان بيشتري. عشان كده أنا جيت اشتغلتها، لأنه ليس من العدل إنه أبوي يوفر لي الأشياء دي كلها، يكون عندي كاب وبدلة وجزمة وجزم زي دي كده وأمشي أكشر في المدرسة. ده شيء ده علمنا في الجنوب، إنه الواحد يساتسفاي هيمسيلف، يعني إنه في النهاية يقدر يهتم بنفسه ويقدر يجتهد. الإخوة الجنوبيين كانوا بيشتغلوا في الإجازة في الخرطوم يعني. يعني شوف طفل صغير. بعد ذاك الشيء الجميل كنا بنرجع في العيد، أهلنا طبعا مزارعين الحساب ما بيجي، القطن باعوا البنك الزراعي لكن الحساب ما جاء، وجاء العيد وما في قروش، وأنا جيت بقروش كثيرة جدا لأبوي. يعني كنت مصدر فخري في الحلة، فخر يعني، كل الحلة كانت بتفتخر بي يعني. يعني الأسرة كلها فرحت بالعيد واشتروا كل أشياء العيد. ثم بعد ذلك جيت تاني بكل إجازة بجي بشتغل. اشتغلت مرة في عبد الله خضر في المباني بيبنوا، كان بيعملوا بيضربوا البوهية، بعد ذاك البيه بتقع في البلاط، كنا بيحط البلاط. بعد ذاك السنة بعدها سنة 81 اشتغلت في المصنع في الغلايات وفي البويلرز. وتاني بعد ذاك اشتغلت في المصنع تاني في التعبية، ثم بعد ذاك اشتغلت في مصنع العسل في الصبة، ثم بعد ذاك اشتغلت سنة 84 مكافح للناموس في الصحة، صحة البيئة. 85 فتح الله عليها فتح مبين شهر 7، كان معي الشهادة السودانية جديدة، ظهرت وظائف وأصبحت موظفا بمرتب 99 جنيه، أكبر أستاذ في الخرطوم ما كان بياخده. بعد 3 شهور تم تثبيتنا وبقت 104، ثم لحد بقت قريب 200 بعد ما تركت الشغل بعد سنتين. أيوة تركت الشغل في ديسمبر 87 حينما ذهبت إلى مصر. أيوة يا أخي ياسين، أواصل إلى رحلة مصر؟ واصل. طيب الحاجة اللي خلتك يعني اللي خلتك إنك أنت تقرر تمشي، يعني بيكون طبعا ما هو في أي حاجة بيكون عندها سبب، وجعلنا لكل شيء سببه. الحاجة اللي خلتك إنك تمشي بالذات مصر وبالذات الأسر. والله ده هذا قدر الله. الحتة دي كانت جميلة جدا. أنا كنت في الامتحان، امتحنت أشياء سودانية طبعا أكثر من مرة. أنا كنت شغال وامتحنتها. فجاي امتحان اللغة الإنجليزية صعب جدا، الكلام ده كان سنة 87، امتحان اللغة الإنجليزية جاي صعب جدا، كان كلام جميل. عندي صديقي ده حصل جرامر، قال لي خلاص أنا أوريك. قلت له والله أنا ما أغش، قلت له أبدا ما أغش، شوف الحكمة الإلهية دي. فجبت درجات عالية جدا في الكيمياء والفيزياء كلها في الثمانينات، الكيمياء والفيزياء والأحياء كلها في الثمانينات، ما عدا اللغة الإنجليزية يا دوب كده نجحتها. كلام جميل. أبيت أغش، رفضت إنه أغش. كان ممكن أنا أغش
وأيد، لكن أنا كان عندي مبدأ إنه والله ما أغش. الجانب الديني والثقافي كان قوي جدا لأنه أنا من الأنصار. كلام جميل. بين تربية دينية كويسة جدا. قلت له والله ما أغش أبدا. صاحبي اسمه إسماعيل. هل تأخذ أي كلية؟ لأنه زمان ده كان بالبوكسينج. ما كان بالنسبة. كان بالبوكسينج. كلام جميل. فدي السبب الأساسي اللي خلاني أنا أمشي مصر. كان ممكن أدرس في السودان لكن رفضت إنه أغش وربنا كفاني إنه مشيت مصر. ومشينا الأزهر لأنه حقيقة كان في فرص للمسلمين الجنوبيين بتاعنا من الجنوب. الأزهر طبعا قبوله إنه بدي فرص للجمعيات والمنظمات. إذن هيئة مسلمي جنوب السودان هو جابوا لنا القبول. جابوا القبول وقالوا يا جماعة ما في منح. أنا قلت للشباب يا جماعة هوي نمشي طوالي. فأنا كنت شغال في كنانة وأخذت بعد ذاك مستحقاتي ومشيت. هلا بمشينا كانت نقلة كبيرة جدا. أول حاجة قررت إنه أسافر بالباخرة ما أسافر بالطائرة على أساس إنه أعرف السودان لأنه قبل كده ما سافرت للشمال. فركبنا القطر ده ومرينا بالجيلي ومرينا ب شندي وأكلنا صلاة الأسود في شندي. كده قف لنا في كله طالب هذه الرحلة بتاعتك الأولى بس قف لنا في كله محطة شوية كده أدينا انطباعك عنها في الوقت ده. طيب نحن بعد ذاك أنا قررت إنه أمشي بال أول حاجة أمشي بالباخرة أمشي أشوف بور السودان. فغيرت رأيي لحد ما شريت تذكرة. قلت أنا أمشي بالقطر. فاشتريت تذكرة القطر وركبنا من الخرطوم مرينا بالكدر وأظن في البداية. كدر وكان السندة بسيطة ما نزلنا في الجيل أكلنا حاجة خفيفة. المحطة البعضة طوالي تاني طبعا مرورا بعلياب والفتادي والزيداب وما عارف ايه وكده كده لحد ما جينا بالدامر جينا بشندي. في شندي قعدنا فترة طويلة جدا. أجمل ما في شندي كان الموز وسلطة الأسود والأشياء زي دي كده يعني استمتعنا بها شديد جدا. بعد ذاك الدامر كان السندة خفيفة. الدامر كان السندة خفيفة جدا. وخليني أتوقف في الدامر دي لأنه عندي معاه قصة سنة 90 مش في الرحلة الأولى سنة 88. بتذكر جامعة الخرطوم كان قفلت لما جات حكومة البشير دي. حصلت مشكلة إنه خفضوا للطلب الداخلية ونظام الأكل والأشياء زي دي كده وغيره. فسافروا معانا طلاب من جامعة الخرطوم. وأذكر واحدة أخذني اسمها خديجة مجذوب المكي كان رجل معانا في القطر. هي كانت في العلوم الرياضية وظلنا بقيت أستاذة من الدامر. هذه البنت يعني أثرت في تأثير إيجابي جدا. فلما قالت لي يا أخي أنت تونسنا وقلت لي إذا أنت طالما مصغف كده ما بتكتب ليه؟ كلام جميل. أخذت موضوع بجدية. طبعا ده بعد 3 سنين بعدك نواصل. مشينا لحل قعدنا في عطبرة فترة طويلة جدا. أجمل ما في عطبرة فيها الباسطة. بيقول واحد كده يقول عنده باسطة بالسمن وكده تك بالسمن وكده. فعطبرة بنجلس فيها فترة طويلة جدا. بعد ذاك بنمر بخليوة في أسندة ثم بعد ذاك بنمر بالبربر. بعد ما نطلع من بربر أول حتة لمهلنا الرباطة بيسمها مبيريكا. مبيريكا دي شربنا فيها ماء من بير أبدا ما لقيناه قبل كده. ما جميلة جدا. ثم بعد ذاك مرورا بندي والشريك ثم أبو حمد برضو بيجيب فيها فترة طويلة جدا وبنسوق. وبعد ذاك بنركب القطر بنمشي حي اسمه النمر 10 نمر صحراء لحد حلفة جديدة حلفة القديمة. فحينما وصلنا حلفة القديمة كان في ديسمبر والدنيا شتاء 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 مبالغ فيه. كان أنا معي بطانية وحتى الفنادق كانت مليانة شديد. فنزلنا في فندق اسمه فندق الرمال جلسنا فيها أسبوع. حلفة طبعا مشهورة بالسمك والأشياء زي دي كده. ثم بعد ذاك أخذنا الباخرة أبو سيمبل في أبو سيمبل وساق النعام بواخر جميلة جدا من حلفة القديمة إلى أسوان. أول مرة أشوف السد العالي. وجلسنا في أسوان ثم انطلقنا بالقطار إلى القاهرة. ونزلنا في مصر الجديدة غريب من المطار. كانت مدينة جميلة جدا. أول ما وصلنا القاهرة كده ونزلنا في مصر الجديدة من أرقى الأحياء كان الفرق كبير جدا بين السودان ومصر. فرق كبير خالص يعني.
ما في مقارنة اصلا حيث المباني والمترو او بيسموه الترام، شكلة المباني، نوعية الاكل، الجو كان في الدنيا شتاء. فكنا نتمنى انه السودان ده يكون زي مصر، كلام جميل. فبعد ذاك من حسن الحظ انه مشينا سكننا في مدينة نصر في الحي السابع، ومدينة نصر طبعا فيها كل المشاهير الفنانين، كان في عمارة فهد المهندس وعارف مين ومين وغيره وغيره، كانت نغلة كبيرة جدا. ففي الأزهر إذا إنت كنت خريج غير أزهري لازم تقرأ سنة تأهيلي في دراسة إسلامية كاملة ولغة إنجليزية وعربية، وده أجمل ما كان، لأنه كل الطلاب المقبولين في كل الكليات، البنات طبعا منفصلات مننا، بيدرسوا سنة كاملة مع بعض. كان عندي صديق ماليزي موجود اليوم اللي كان يدرس الطب اسمه زين الفطر بن زكريا، تعرفت عليه هناك في هذه السنة التأهيلية، وما زال موجودا في ماليزيا هنا، وعشنا سنة جميلة جدا. أظرف شيء حصل لما جينا نسجل، قلت للإخوة والأخوات المعايا الشباب أنا دار أعمل ماجستير، قاموا قال لي أنت مجنون، أنت لسه ما سجلت ذاته ماجستير شنو تعمل أنت؟ قلت لهم عمل مجنون أو نصيح، أنا هدفي نعمل ماجستير. وأنا أوقف هنا وأكلم هذه الإخوة والأخوات، النجاح لازم الإنسان يكون له هدف. أنا أذكر لما كنا في الابتدائي كان في طفلين وفي مساعد طبي اسمه عمر، الله يطراه بالخير، عمر البشاري، سألهم الاثنين قال لهم هدفكم شنو في المستقبل؟ واحد قال إنه عاوز يبقى أستاذ عشان بس يتكفى الجلد بتاعه، والثاني قال أنا عاوز أبقى طيار عشان أحرر فلسطين، وقت ذاك مشكلة فلسطين كانت كبيرة جدا. فالمساعد الطبي اتبسط جدا من الشخص الذي قال انه دار يبقى طيار وده دار يتكفى الجلد بتاعه. الشخص الذي قال دار يبقى طيار وهو في ثالث ابتدائي، الشخص الذي امامكم انا وجيد اقتصادي، كلام جميل. يعني اشوف الطموح، فلما قلت له انا دار اعمل ماجستير يعني معناته انه انا حاقرا الجامعه دي واجتهد واتخرج بامتياز عشان اعمل ماجستير. انت لسه ما سجلت للبكالوريوس لما ما سجلت ما سجلت للتاهيل ذاته البري يونيفرسيتي، السنة التأهيلية دي ماشي نسجل يا دوب. فشوف شوف شوف الرؤية، يعني شوف الهدف كبير كيف، والرؤية والعقلية وطريقة التفكير. نعم. يعني إنسان أصغرته التجارب من التنشئة الاجتماعية في البيئة المتنوعة ثم مرورا بكنانة حسب التنوع الثقافي والمهني والعالمي والتغني، العقلية بقت تختلف. يعني عقلية تختلف تماما من عقلية الشخص. وتأخير سنتين كان فيه خير، السودان يقول لك كل تأخيرة فيها خيرة. أنا اشتغلت سنتين لكن هذه السنتين أضافت يعني شيء كبير جدا لتركيبتي النفسية والاجتماعية وطريقة تفكيري، لأنه لو مشينا كنت من المتفوقين. حتى واحد من الإخوة قام سألني قال لي يا أخ أنا لاحظت إنه الطلاب اللي بيجي من مناطقهم دي عندهم مشكلة لأنه تدريس هناك ما سمح، أنت ليه أنت بتختلف عنه؟ قلت له لأنه أنا مكست في كنانة واشتغلت موظف وامتحنت من منازلهم، والأشياء الضعف الأكاديمي أنا بعته زمان بسبب أنه أبني شخصيتي اجتماعيا عوضته في فترة كنانة دي. كلام جميل. فبقت عقليتي وطريقة تفكيري مختلفة تماما، عشان كده الحمد لله جيت متفوق جدا ومشيت. فبعد ذاك أنا دخلت، كان مسموح لنا بأنه بعد ما كملنا تأهيلي مسموح لك بأنه تحول إلى الكلية الدائرة. أنت أنا قبل لك كلية الزراعة طبعا باعتبار أنه علمي، أنا امتحن أحياء، أنا علمي قبل أن أكون بتاع اقتصاد، امتحنت أحياء أنا. بعد ذاك الإخوة الثانيين الحول الطب، الحول صيدلة، الحول أسنان، يا أخي ما تحول. قلت له والله أنا ما بحول، ربنا كتب لي أقرأ الزراعة دي وأنا عندي هدف واحد، أنا كنت أمين مخازن وهاوي الإزبيرات دار أقرأ هندسة زراعية، كنت أمين مخازن وهاوي الإزبيرات وعاد أقرأ هندسة زراعية. الشيء الجميل كان في زمان في المناهج التعليمية ما بيدخلوك التخصص إلا في السنة الثالثة بعد ما تقرأ سنتين، فجينا ودرسنا في كلية الزراعة دي كل الأساس بتاع العلم، كل الأولوجي، فيسيولوجي، أناتومي، كيمستري، اقتصاد، رياضيات،
هندسة أي حاجة في السنتين دي إحصاء وجزء قرآن كل مرة دي برضه بدأت الجانب بتاع التدين أصلاً كان عندي اهتمام بالتدين قبل ما نجي وبعد ذاك ساهمت في بناء الشخصية الدينية لأنه المفروض تأخذ بعد السنة التاهلية تأخذ قرآن كل سنة فدرسنا سورة النساء في السنة الأولى وسورة المائدة في السنة الثانية الأحزاب وبعد ذاك أخذنا سورة ياسين ومعها سورة النحل ياسين والأحزاب ثم الميم أربع أجزاء بعد ذاك العقيدة والفلسفة والفقه الحدود والجنايات والعلاقات الخارجية فقه الإسلام والمالزين المصريين ما شاء الله جهابزة يعني في التأليف كل أستاذ بيألف كتاب أحسن منه فقلت لهم أنا رفضت فلما كملت السنتين لقيت أنا عندي ميول للاقتصاد أكثر الهندسة التي دخلت بسببها بعد سنتين خلاص غيرت رأيي كنت متفوق من أوائل الدفعة مسموح لهم أنه يختاروا من الـ20 تخصص التخصص اللي عاوزه عاوز وراسة عاوز فود تكنولوجي عاوز هندسة زراعية اقتصاد طب عاوز إنتاج حيواني عاوز دواجن كده قلت للجماعة أنا ده نفسي اقتصاد أنت مجنون تشتغل وين يا جماعة قلت لهم الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى أهم شيء إنه الإنسان يقرأ هوايته قدر ما أصدقائي حاولوا معايا أخي تراي المتفوق أقرأ وراسة أقرأ هندسة أقرأ فود تكنولوجي أقرأ كده ده شغل السوق قلت لهم والله أنا ميول للاقتصاد واستخرته وبقرأ الاقتصاد وتبقى عشان كده الإنسان يجب أن يقرأ طموحه الشيء اللي أنت بتلقى نفسك فيه أقرأه وبهذه المناسبة أحكي لكم قصة البروفيسور الشريف قاسم الله يرحمه ويغفر له كان مفروض يقرأ طب وقرأ عربي وأسس محد اللغة العربية للناطقين بغيرها تغني مع الدول العربية وبقى من أعظم البروفيسورات يعني أي تخصص أيها الإخوة والأخوات الأفاضل أي تخصص في الدنيا دي عنده قيمة ربنا سبحانه وتعالى قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل كل إنسان في ذوي احتياج إليه مفضل فأنا أنصح الإخوة والأخوات أي إنسان يقرأ التخصص الذي عنده طموح فيه كلام يمين في السنة الثالثة بعد ما أنا تخصصت بعض الإخوة رأوا أنه أنا عندي ميول للإعلام وأغنعوني أنه أنزل الانتخابات عشان أبقى سكرتير إعلامي لاتحاد الطلبة في مصر الوقت 13,000 طالب وحقيقة الناس التانيين برضو تخوفوا قال لي أخي ترى المتفوق الأكاديمي والشغل العام بتاع الاتحاد ده فشل الناس ما بينجحوا قلت لهم خلاص ما في مشكلة توكلت على الله لازم يكون عندي جانب اجتماعي فنزلنا الانتخابات وفزت وكنت السكرتير الإعلامي لاتحاد الطلبة في القاهرة وكان في ناس معترضين إنه زول بتاع اختصاص زراعي إنه يكون إعلامي وما إعلامي قلت لهم يا مال الإعلام ده موهبة كنت من أحسن الناس أصبحت بعدك محرر ورجعت طيبة يعني ربنا يبارك فيها إن كانت حية إذا الصحة والعافية إن شاء الله يعني قلت لي أنت مصرف لا تكتب لي أول ما معلش الصوت اختفى شوية كده هسه الصوت جاي ثاني الصوت كده كويس أيوه ها بعدك دخلنا في عالم السياسة والشغل السياسي وبتذكر كان الإخوة طلبوا إني أكون أنزل في الانتخابات وتم فزت في الانتخابات مع الليست اللي نزلت معها وهو كان الاتجاه الإسلامي في ذلك الزمان الكلام ده سنة 1992 وفزت بعد ذاك وتم تعييني سكرتير إعلامي لاتحاد الطلبة نعم فالأخت اللي اسمها خديجة ميزوب المكي اللي كان في جامعة الخرطوم سافرت معانا للدامر ديك نبهتني لأنه أنا عندي ملكة موهبة الكتابة مفروض أكتب فأول ما مشيت القاهرة وكنت في السنة الثالثة كتبت أول مقال وافق شن طبقة في قصة في التاريخ زمان اسمها في شن وطبقة وكان شن يبحث عن امرأة يكون عندها عقل راجح وكذا 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 المهم نبهت الشباب والشابات إنه الإنسان يجب أن يفكر بطريقة إيجابية ويفكر بالعقل الراجح ويختار إنسانة يعني عقلها راجح
وكتبت حاجة اسمها صراع الأعماق. كان في أنا لاحظت إنه إحنا السودانيين لا نجيد الحب، لكن أنا من جيل مختلف لأنه عشت في الجنوب حيث الحب مباح وكل شيء مباح، كنت بحب حقيقة يعني. فلاحظنا إنه دكتور المرة ما حتحضر اللايف ده ولا شنو؟ ما مشكلة خلاها تحضر. يعني شفت شنو؟ هي ما عارفة كل شيء يعني، ما حكيت لها يعني. Take it easy. ده تاريخ قديم لا يمكن أن أحاسب عليه طبعا فينا. فلاحظنا إنه حقيقة إنه الشابات السودانيات عندهم ميولهم لزملانهم، لكن لما يتزوجوا بزوج المغتربين. فكتبت مقال اسمه صراع الأعماق. ففي صراع الأعماق ده عملت صراع ما بين الحياة البيولوجية اللي هي الأكل والشراب، وإن واحد يتزوج يرتاح وتمشي السعودية وتمشي الخليج، وبين إنها تحقق طموحها في الحب وتزوج الشخص اللي بتحبه. فلما تمشي مثلا الخليج ولا تمشي ولا زولا شخص مرتاح، بعد فترة بيحصل إجباع للحياة البيولوجية على حساب الحياة السيكولوجية، وتقوم تعيد الذكريات تاني، تلقى ان زوجات لا زول هي ما بتحبه اصلا، وبتحب واحد مسكين زي كده في النهايه في بدايه طريقه يعني. كلام جميل. فبيحصل صراع ما بين الحياه النفسيه والحياه البيولوجيه. وختمت المقال بانه يبغى صراع الاعماق ينتاب الانسان كلما طرق الذكريات في عبر الزمان. ودي اكبر مشكله بالمناسبه عندنا في السودان، عدم التوافق في الزواج، تقديم الحياه البيولوجيه الى القليل طبعا، تقديم الحياة البيولوجية على حسب الحياة السيكولوجية. أنا كنت لا أجامل في هذه أبدا، كنت لا أجامل في هذه، وقدر ما أدوني شاكوش ما مشكلة، بقول لهم ما في قيمة، ما في قيمة بتتهزم، لأنه أنا عندي قيم بؤمن بها. اللي بتديني شاكوش دي إذا ما بتعرف الحب، شاكوش ما بيعمل لي حاجة، أنا محصن يعني، أنا محصن بالحب. فدائما بقول الجماعة مسميهم أنا المرجفين في المدينة، شوكوشو عملوا له وسووا له وكده وشافوه وكده، فبقول لهم يا جماعة ما في قيمة بتتهزم، أيها المرجفين في المدينة ما في قيمة بتتهزم أصلا. أنا زول مؤمن بالحب، والواحدة يجيك بكرعينة براها تشوفك لابس لك بدل كده وجيه والكرافتة وفي الاتحاد وكده، يفتكر إن القبة فيها فكي يعني. في النهاية بتجي القبة دي فيها إنسان كادح طموح يمتلك الأخلاق والقيمة ويمتلك الرضا. يعني في فرق ما بين الرضا وما بين إنه الزول في النهاية يجبي حياته. فنحن حياتنا كلها مبنية على الرضا، satisfaction. حتى وجودي في ماليزيا هنا satisfaction، أنا satisfied هنا وهنا. الناس كلهم مش الخليج، القروش كثيرة وغيره بكل أسف اندفنوا هناك. أنا رفضت قبل 16 سنة أمشي إلى الخليج، ولكن قلت أشتغل في ماليزيا هنا لأنه أنا راضي ولاقي نفسي انه بقدر اساهم، بقدر اسافر العالم كله واقدر اطور نفسي. فاختلف جانب الساتسفاكشن. فالانسان دائما يختار الرضا، ترضى بالحب وترضى بما كتب الله لك، تجبع الحياه النفسيه الحياه البنيه، تقدم القيم على المصالح، تتعامل بشخصيتك الرساليه، انه انت انسان عندك رساله، رسالتك ان تزرع السلام والمحبه والقيم الطيبه وتمسح احزان الاخرين، وحينما تقابلك عقبة تكون أخلاقك رياضية وتقول ما في قيمة بتتهزم، ما في قيمة أصلا بتتهزم. فده كان مقال صراع الأعماق، أحدث ضجة في الغاية أقول لك يعني. كلام جميل. نعم. وأنا كنت بناقش قضية اجتماعية. تاني كتبت مقال فلسفة السودان، فلسفة البدء في بناء السودان يعني. كان نصر الإنغاز دي الجوبة حيسمى المشروع الحضاري، تتذكروا كان؟ فأنا قمت نظرتها وكتبت لي مقال وفزت به في مسابقة الطلبة، فلسفة البدء نحو البناء الحضاري للسودان. كتبته بطريقة قيمية واقتصادية، ربطها بين النظرية الاقتصادية والسياسية والقيم التي نؤمن بها، اللي هي قيم الإسلام والأخلاق والأشياء زي دي كده. وفزت في المقال بالموسم الثقافي على في كل جمهورية مصر العربية. ها بعد ذاك لما شافوا عندي موهبة كبيرة زي كده قاموا عينوني سكرتير إعلامي. المقال فكرته كانت شنو؟ فكرة المقال يعني كانت شنو؟ المقال فكرته انه كيف نحن نقدر نبني بلدنا حضاريا، يعني نبني المؤسسات الاقتصادية، النظام السياسي الممتاز، ونحافظ على قيمنا الأخلاقية. كلام هي قصة
دي قصة الأورجانيزيشن كلشر طبعا دي قصة مهمة جدا. نعم شوف يعني شوف أنا كنت طالب في سنة ثالثة وشوف طريقة تفكيري كيف كانت. أيوة صحيح كلام جميل. فلسفة البدء نحو البناء الحضاري للسودان، بناء المؤسسات، بناء النظام السياسي، بناء القيم. القيم دي لو كان بيننا ما كان أفسدنا أصلا وما كان دمرنا بلدنا. بيسموها الكوربريت فاليوز، بيجيبوا خبرة القيم دي بيدفع فيها ملايين الدولارات، بيجيبوا كونسلتنسي سيرفيسز وكده عشان تستابلش وتو انستيل الفاليوز في الناس. طبعا انا شوف يعني شوف تفضل يا طارق اتكلم. ايوه واصل. ايوه لانه من غير فاليوز الناس ما بتعرف القيمه بتاعت شغلها، مش كده؟ يعني من غير شوف اقول لك على حاجه، انا ما بتكلم من ناحيه سياسيه، الناس زي شغلنا في الورشه ده لو ما عرفنا القيمه والسستينبل بيرفورمانس نعم يعني احنا في شغلنا ده احنا الان بنرسي قيم، يعني بندرس. أيوة واصل يا دكتور واصل يعني مداخله بس غير واصل طوال. لا تواصل يعني احنا في شغلنا ده دايرين نبني الانسان السوداني، دايرين نبني الجامعات السودانيه، دايرين نبني المؤسسات السودانيه من خلال البرلمان. ده صح ولا ما صح؟ يهود المغل. نعم. فهذه القيم التي أؤمن بها بيسموها الباغيات الصالحات في الإسلام، والباغيات الصالحات. أيوة. خير من ربك ثوابا وخير مردة. يعني من إماطة الأذى في الطريق إلى هذه الورشة اللي بنعمل فيها هي اسمها الباغيات الصالحات. فشوف أنا في الفصل الثالث في السنة الأولى تخصص اقتصاد من خلال النظريات الاقتصادية درستها، قدرت أطلع بمقال اسمه فلسفة البدء نحو البناء الحضاري للسودان وفلسفته في الموسم الثقافي. طيب معلش يا بروف، الحاجات دي موجوده لحد الان الكتابات دي؟ والله بكل اسف انا كنت شايلها معي، لكن حصلت لي مشكله كنت ماشي. يا احكي لهم قصه الطريق لماليزيا بعدين. نعم. حصلت لي مشكله لما جاي انا من السويس لجده، شايلها معي والمجلات دي كانت مجلات طلابيه وفيها اخبار سياسيه وشادي، خفت انا تعمل لي مشكله ما اسافر وامشي هناك في السعوديه برضه حصل لي مشكله، كان العلاقات متأزمة. فتركتها في الغائرة. لكن أنا أناشد الإخوة اللي كانوا يدرسوا في مصر والمسؤولين من المجلات، مجلة الصحافي وجريدة الشاهد والجرائد الأخرى الاتحاد، إذا كان في أخ حي وموجود معه هذه المقالات ينشرها في الفيسبوك. وناشد أخواننا في مصر الذين كانوا يدرسون معنا المحررين لجريدة مجلة الصحافي الذي نشر في هذا المقال وجريدة الشاهد وجريدة الاتحاد، إذا كانوا يحتفظوا بهذه المقالات أن ينشرونها في الفيسبوك حتى أعرف الناس كيف الطريقة التي كنا نفكر بها وماذا أردنا للسودان. وما زلنا نفكر ويعني ونمشي بنفس الطريقة، إنه السودان لازم يمشي بالطريقة هذه. وبهذه اسمحوا لي أن أعلق في هذه النقطة هنا، يعني أكبر فشل في العالم رغم النجاح الاقتصادي هو الفشل الأخلاقي والقيمي. يعني أنا سافرت كثير من الدول، سافرت إلى أمريكا وأستراليا وأوروبا وبريطانيا وكوريا واليابان، والله كنت أحزن. هذه المباني الضخمة في داخلها ما في أخلاق بغيمنا نحن. حتى دول زي ماليزيا دي برضه بالرغم في تطور إيجابي وفي مدنية، لكن خصما على الأخلاق أكثر، خصما على الأسرة، خصما على أشياء كثيرة. عشان كده نحن أيها السودانيين إذا دارين نبني بلدنا يجب علينا أن نعتبر من تجارب الآخرين، بقدر ما عاوزين التكنولوجيا، بقدر ما عاوزين التنمية والرفاهية. أعز شيء حنفتقده بعدين هناك أخلاقنا وقيمنا لو ما استفدنا من أخطاء الآخرين. نعم. الكلام ده ما عنده علاقة بالأخلاق وما بغيت. نعم. عشان كده يا بروف نحن جايبينكم هنا على أساس إنه تكونوا لنا يعني اللي هو تدون المحطات بتاعتكم دي عشان نحن ذاته نستفيد منها، والناس اللي بعدنا نقول للناس اللي بعدنا يعني هذا النجاح الذي ترونه لولا الأخلاق. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هار من النار. يعني أهلنا ما أهدوا لنا شيء، كل شيء الذي أهدوا لنا يعني زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إذا عندك ذرية خايف عليها على مش تفكر في القروش ولا تفكر كده، لكن علمها التقوى أول شيء. بعدك فيكم. فأهلنا كانوا أنصار وربونا على التقوى وفكونا إلى يومنا هذا. هذا هو سر النجاح، هذا هو سر
يعني انسان من غير اخلاق، من غير قيم، من غير تقوى، ما بيصل لاهدافه. نعم. يعني وربنا سبحانه وتعالى يعني قال انما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم اشد الناس خشيه لله سبحانه وتعالى. دائما الخشيه والتقوى، وحتى في الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يعني لو عاوز الرضا انت، رضا الوالدين، رضا رب العالمين، الرضا في الحياة، الرضا بما قسم الله لك، يجب عليك أن تخشى ربك سبحانه وتعالى. مهما علينا من الفقر، مهما علينا من الصفوف والضنك في الحياة، لو ما بنينا حياتنا كلها على طوى من الله ورضوان، حتينا مشاكل تانية أكثر، انتحارات وتفكك أسر وضياع وغيره وغيره وغيره. في النهاية حينها الرفاه الاقتصادي ما عنده أي قيمة. نعم. كلام جميل. نعم. عشان كده انا ركزت على الرضا، انه الرضا هو الطريق الى النجاح. Satisfaction is the road to success. الرضا اللي هو فيه الخشيه، اللي فيه الطغوة، الغناء بما كتب الله سبحانه وتعالى، الطموح. كلام جميل. نعم. من الاشياء، كل الاشياء، الكتابات اللي في الجرايد كلها هي اهلتني انا اكون سكرتير اعلامي واتفوق على الناس اللي بيقولوا اعلام، لأن الإعلام موهبة. الإعلام موهبة، ما قراية بس. حتى في هذه اللحظة أحيي أخونا الطاهر عبد الكريم، كان رئيس الاتحاد العام، أنا كنت في اتحاد الغائرة، كان زعلان جدا عندنا حاجة اسمها الملف النغابي اللي هو بنعكس فيه أنشطة الاتحاد. فالملف النغابي اللي بصدره أنا بتاع اتحاد الغائرة كان أجمل من اللي بيصدره السكرتير الإعلامي في اتحاد العام في مصر كلها، وكان زعلان جدا كيف انه ناس الغاهر يكونوا متفوقين، والشخص الذي كان يصدر كان بدا اعلام، هو يدرس اعلام وانا كنت ادرس اقتصاد زراعي. كلام جميل. تبغى الموهبه والطموح الشخصي بناء هو اللي بيغير الاشياء كلها. الشيء الثاني يعني وجودنا في مصر في حي راغي جدا زي مدينه الله دكتور. ايوه تفضل تفضل يا طارق تفضل. انا بس دار استغل الحته دي، دايركت تصلح مسكونسبشن كبير جدا واقعين فيه نحن السودانيين ومعظم الشباب. الان الواحد بتلقاه هو قرا تخصص وطواله ستيكس للتخصص بتاعه ده فور لايف، يقول لك انا ما لازم اشتغل في تخصصي، مع انه موهبته ممكن تكون في حاجه ثانيه تماما وممكن يبدع فيها ويكون افضل من ناس التخصص. اللي هو دار الربطه بكلامك الجميل ده، بيقعد مع اولاد عمه، ما بيمشي للاريا اللي هو بينتمي لها الجد عشان بعد ذاك تو انهانس الاكسبيرينس ويشتغل في الحته اللي فيها الرضا. ليه؟ لانه مثلا قرا كمبيوتر ساينس بيفتكر انه لازم يشتغل كمبيوتر ساينس، حتى لو ما اشتغل في تخصصه الناس بيقولوا بالله انت ما شغال في تخصصك، زي النبذه كده. فعليك الله كده صحح لنا الحته دي برضه من خلال خبرتك وكده. والله هو شو بقول لك على حاجه، يعني تجربتك يعني هو طبعا في النهايه بيتوقف على المكونات الشخصيه للانسان، الانتربيرسونال سكيلز اللي هي عندها علاقة بالنشأة الاجتماعية. كل ما كانت النشأة الاجتماعية في بيئة متنوعة زي نحن فيها في الجنوب، يعني أصلاً نحن ناس شمال عالي النيل وناس النيل الأزرق، من التدخل اللغوي اللي ودونا نحكم السودان ده ما بكون في أي مشكلة. ليه؟ لأنه شخصيتنا وتركيبتنا الاجتماعية وتنشئتنا الاجتماعية مبنية على التنوع وقبول الآخر. كلام جميل. فالشخص الذي يعني مثلا يستيك للتخصص بتاعه ده عنده مشكله في النشأة بالمناسبه، وده حصلت كثير جدا من الناس المثقفين. يعني كثير من الناس يكون لهم دكتوراه وغيره وغيره، لما جه مسك السودان ده ساقوه، وفي نهاية عقليته لا تتجاوز الغريه التي يعني ولد فيها، غير في امريكا وغير في غيره. فدي مشكله يا اخي العزيز، دكتور طارق، دي مشكله تركيبه شخصيه ومحتوى شخصي وعقليه الانسان. لانه المسكين بيكون يتربى في بيئة محدودة الثقافة، ما فيها طموح، ما في غيره، فده بيحتاج إنه يسافر كثير ويتعلم كثير ويحاول يفتح عقله وقلبه للآخرين ويغير من شخصيته، لكن هو غير من شخصيته في النهاية ما حيتطور. نعم. كلام جميل. فالموضوع ده عنده علاقة بالنجاة الاجتماعية وبالعقلية، المينتاليتي. كل ما كانت المينتاليتي بتاعتك متنوعة ومبنية على قبول الآخر، كل ما كان عندك مقدرة انك تكون طموحي. انا زول خريج، انا قريت شنو؟ زراعة، قريت يعني حياة علمية، انا زول بدي احياء. كلام جميل. ثم بعد ذلك عرجت على الاقتصاد الزراعي،
ولا من جيت ماليزيا من هنا خرجت على الاقتصاد التنموي وفي الماجستير وفي الدكتوراه التنمية والبيئة وجاء موضوع الموضوع على الاقتصاد المعرفي مشينا فيه وجاء موضوع الديجيتال تكنولوجي مشينا فيه كلام جميل السايبر سيكيورتي ايكونومكس مشينا فيه التنوع ده لانه عنده علاقه بالانتربيرسونال سكيلز والمينتاليتي بتاعتك انت نشاتك القديمه اصلا ساعدت فيك لكن ما في مانع بيمنع انه الانسان يتعلم فانا اطالب من الاخوه والاخوات انه الانسان يفكر خارج الصندوق هاي زي ما انك سينكينج اوت سايد ذا بوكس يعني انت ما تكون في الصندوق اللي قاعد فيه ده حاول تفكر خارج منه شوف العالم يفكر كيف شوف الفرص الثانيه الموجوده وبعد ذاك شوف الفرص الموجوده يعني انا لما اشتغل عامل واشتغل مراسله واشتغل بتاع ناموس واشتغل مخازن وامشي اشتغل في التناكر بتاع البويلرز وبعد شوية ابقى موظف ومن مخازن ثم ابقى جامع وهذا ده ما كله في النهايه تنوع صح ولا ما صح يا استاذ طارق ايوه هو ده هو ده بتفتكر انه ساهم في الكرياتيفيتي بتاعتك وكده طبعا لانه اي شوف اي فكر بشري اي جهد بشري بيضيف لك بدي فلك حاجه جديده وبعد ذلك الانسان العاقل ما فكر انه هو احسن من الناس لكن مهما عظم او غلى شان الانسان الانسان العاقل بيقول ما هي الحكمه الالهيه اللي ربنا وضعها في الشخص اللي انا ما عندي ما تقول انا احسن لا انت فكر انه ياسين ده ربنا وضع فيه شنو انا ما عندي طارق ده دكتور انور ده ربنا وضع فيه شنو انا ما عندي ما انا ما بزعب ابخس ياسين ولا ابخس طارق ولو باخذ زيد ولا عبيد لا بالعكس انا اشوف ان الانسان ده الموجود فيه شنو انا ما موجود فيه كلام جميل فلو الانسان بيفكر بهذه الطريقه بيكون عنده عشان كده ربنا خالق البشر قال واضحه جدا في سوره الاسراء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر ذيلات واكبر تفضيلا كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله اغفر له كل إنسان في زاوية الاحتياج إليه مفضل أي إنسان أو مش أي إنسان أي مخلوق في زاوية الاحتياج إليه مفضل عشان كده الجهد البشري أو جهد الخلق يكون جهود متكاملة فالإنسان لازم في النهاية يفكر بطريقة إيجابية يشوف أي مخلوق أو أي إنسان مهما كان أغلى وأكثر منك ما هي الحكمة الإلهية الموجودة فيه الممكن تستفيد فيها عن طريق التعاون او تكتسب عن طريق المعايشه يعني مثلا احنا الورشه دي لو كان طبعا انا احيي اخونا ياسين حسن فكره الورشه اصلا كان كلام بيني وبين اخونا ياسين حسن انه نقدم محاضره عن البحوث العلميه في مؤسسه الباحثين السودانيين والدكتور نور بيبغوا الواسع وخبرته قال لا نعمل حاجه اسمها كلينيك الريسيرش ولا ما كلنا مع بعض انا الان ماشيين ده اليوم ال 18 صح ولا ما صح؟ نعم. يعني شوف الثروة العلمية اللي وفرناها الآن للباحثين السودانيين وكلنا حنستفيد منها والحوار اللي حصل ده لأنه التفكير الإيجابي صح ولا ما صح؟ التفكير الإيجابي فيجب على الشباب أن يكونوا إيجابيين وأن يكونوا طموحين وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى في قاعدة اسمها نحن درسناها في الأزهر درسناها في العقيدة والفلسفة قاعدة اسمها الأخذ بالأسباب نعم يعني تأخذ تكمل الأسباب كلها لأنه وما كان القدر أن يوقفه البشر بهذه المناسبة حصل لي قصة مع أحد أخوه اسمه هشام الجعلي كنا ندرس في الأزهر جرينا تأهيلي ونحن في الأزهر ما كان عندنا منحة فقام لقاني ماشي العلاقات الثقافية دار أشوف لي منحة قلت له يا أخو هذا أمشي أقدم العلاقات الثقافية قالوا تقدم دخل الوالد وتعمل غيره وغيره ممكن يدوك لأن الأزهر ما كان بيدوم قلت له يا أخو أخذ بالأسباب قال لي لا ده أخذ بالمستحيلات كلام يمين فأنا أخذت بالأسباب وقد كانوا طلعت لي المنحة وهو الذي رفض أن يأخذ بالمستحيلات ما أخذ المنحة كملت الأسباب أنا دول مواطن سوداني وفي علاقات ثقافية وفي قوانين رسمية وخطوات أخذ بالأسباب وأقدم وتوكل على الله نعم والله وقد كان توكلت على الله وأخذت بالأسباب وطلعت المنحة وهو الذي كان بيفتكر دي من أخذ بالمستحيلات يعني في النهايه ما احاول فالانسان ياخذ بالاسباب ويكمل كل الاسباب اي فرصه بيضيف لك تطور مهارتك تطور لغتك السوفت سكيل بذاتك تطور شخصيتك تحسن في سلوكك اي شخص اي مخلوق في الدنيا يحدك كبير حتى لو كنت ما بتحبه يعني انا اديكم مثال لو لقيت واحد غير ايجابي انا الحمد لله انا دائما ايجابي اعوذ بالله من انا
دائما بكون ايجابي وبحاول ادي الفرص. لما مثلا اكون ممتحن طالب دكتوراه او محكم لي ورقه دائما بكون ايجابي، بحاول باي طريقه ادي امل للشخص وبديكم 100 من التعليقات، لكن في ناس بدي امل ما برفض كلام يمين ما برفض. في ناس سلبيين جدا ممكن يرفضوا طوالي، صح ولا صح؟ في ناس سلبيين يدوا كومنتس صعبه جدا. هل تعلم اللسان السلبي اللي بده كومنت صعب ده يفيدك؟ يعني حتى الانسان لو كان سلبي اسمع له، اسمع سلبياته دي، صح ولا ما صح؟ صح. فالانسان لازم يفتح افاقه. ايوه. ها بعد ذاك بدات الرحله بتاعت السكرتير الاعلامي في القاهره، ويعني بقيت مشهور جدا ومعروف السكرتير الاعلامي، والحمد لله تخرجت بامتياز. تخرجت بامتياز وانا في الاتحاد تخرجت بامتياز، كلام جميل. وبعد ذاك قدمت لمنحة الماجستير في الازهر باحتمال انه متفوق، ورئيس القسم كان بيحبني جدا عادل الهندي، البروفيسور عادل الهندي الله يرحمه ويغفر له، ودعمني وطلع لي القبول وكتبنا لشيخ الازهر جاد الحق علي جاد الحق عشان يدينا منحه. وطبعا لانه الازهر المزيد انه راس الجمهوريه، وكان في مشكله حلايب انا من ضحاياه طبعا، وما ادوني منحه قال لي اقرا على حسابك اللي هي ادفع 5000 دولار. وبعد في النهايه برضو ما في شر محض، شر محض ما في اصلا، يعني ربنا قال ونبلوكم بالخير والشر فتنه، البلاء بالخير والشر، يعني في ظاهره ان كان الشر محض جدا انه انا ما اقرا في مصر وافقد الماجستير لانه عندي 5000 دولار، وبعدها لقيت قبول في كامبرا استراليا ناشونال يونيفرسيتي عفوني من الرسوم، وكان حلم كبير جدا يزول يمشي استراليا، وبس لانه ادوني بس عفوني من الرسوم ما عندي قروش اسافر وربنا ما اراد، وريدنج يونيفرسيتي في لندن كان يريدوني منحه. في النهايه قعدت لي سنه في القاهره وضايقت وركبت الباخره، كان العمره مفتوحه، ركبت الباخره من السويس الى جده، كلام ده كان سنة 93 في شهر نوفمبر، أول مرة في حياتي أزور الكعبة المشرفة وأعمل عمرة. كان كل الطلاب اللي بيجروا في مصر بيمشوا عمرة من مصر وبيجلسوا بيشتغلوا في السعودية. فلما جيت جلست في السعودية طبعا أنا هدفي كان التحضير ما الشغل، ما كان في ثقافة الدراسة العليا في السعودية الزمن ذاك. الزملاء اللي كلهم كانوا معي جلسوا في السعودية قلت لهم والله ما أقدر أجلس، لأنه كنت بعرف ماليزيا وفي زملائنا كان ماليزيين قروا معانا، ركبت الطائرة وجيت ماليزيا. السبب الأساسي ما كان في إنترنت، ما كان في تواصل، تواصلت معهم في السفارة الماليزية ورسلت لهم رسالة، ولحد ما في النهاية اضطريت أجيب نفسي هنا، وكان أوراقي كان مع أخونا البروفيسور عوض إبراهيم عوض الله يطول بالخير، بتذكر قابلت المخرج الإذاعي والتلفزيوني عبد العظيم قمش، كنت قابلته في القاهرة وجاي في ماليزيا هنا يعمل تريننج، هو مخرج في التلفزيون. وطبعا بيتبط السودانيين دي، قلت له اقعد في فندق لي، تعال اقعد معانا في الشقة لحد ما تسافر، وديته اوراقي وجاب اداء لاخونا البروفيسور عوض ابراهيم عوض، نحيي تحية خاصة من هنا الرجل الفاضل الرجل الموهبة، يعني الذي لم تلد أمة السودانية شخصية، رجل شهم وكريم وهو أخوان. فوصلت ماليزيا هنا جيت في ديسمبر 18 ديسمبر 93 بالطائرة السعودية الجاي من جدة إلى كوالالمبور اللي هي بتقوم الساعة 11 بالليل، لحد الآن أنا بركبها عشان أعيد الذكريات قبل 27 سنة، يعني والله 27 سنة الآن. فلما جيت هنا كان في جامعة الإسلامية، وكان في رجل بلدياتنا اسمه حسن دوكا، رجل فاضل جدا، وكان وقتها عزابي، ونزلت معاه في شقة جميلة جدا في وسط كوالالمبور، وجلست معاه واستضافني 7 شهور، لأنه أنا جيت لقيت الجامعات فتحت وما كان في دراسات عليا، يا دوب بادية الماليزيين أول ما نحن الجيل الفاتح للدراسات العليا، يعني جيل جنوب شرق آسيا دي وماليزيا فتحناها نحن للدراسات العليا الجيل الفاتح، يعني باستثناء الجامعة الإسلامية كانت مخاطرة، يعني كانت مخاطرة
فلما جيت وجلست مع اخونا حسن دو كده واتصلت باخونا دكتور عوض، دكتور عوض قال لي لا ده انا اقدم اوراقك معايا وده انا اقدم لك والحمد لله انك جيت. كلام جميل. مشيت قدمت في جامعه اسمها يونيفرسيتي بوترا، وجيت قدمت في الجامعه الاسلاميه برضه. ومن سوء الحظ او لحسن الحظ كان السمستر بدا، الفصل الدراسي بدا في ديسمبر، قال لي تنتظر لحد شهر 7. يعني شوف العقليه بتاعت الانسان الذي يهاجر، وكان لسان حالي يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، فاما ان نموت او نحقق اهدافنا. يا غريق يا جد شانيقه ولا اقول شنو السودانيين دي. دي القيم ذاتها، دي القيم، دي القيم والطموح الذي نعم 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 يا اخي طارق. فبعد ذلك مشيت الاسلاميه برضه قدمت، قال لي قد اخوه افاضل جدا، اخونا دكتور ضرار الماحي من جامعه الجزيره، واخونا دكتور الزين يوسف من جامعه الجزيره، قال لي حاول برضه قدم في الجامعه الاسلاميه. وقابلنا رجل فاضل جدا رئيس القسم اسمه دكتور عمر مراج، ده اردني، انسان راقي جدا، وقدمت المهم. وقال لي حتعمل شنو؟ قلت لهم قسم اللغه الانجليزيه وين؟ مشيت انجلش ديفيجن. لقيت استاذه ماليزيه قلت لها يا اخ شوفي انا مقدم هنا ويقولوا لي شهر 7، وانا زول لغتي كويسه يعني نوعا ما، لكن عندي مشكله في مهارات الكتابه. وده التوفل عندي في يدي امتحانه 87، لكن انا عندي هنا 7 شهور ما اقرا. في طريقه انه اقرا معاكم؟ قالت لي ما في مشكله، في حاجه اسمها مستمع اوديت فورم. في اسبوع واحد انا بقيت طالب بدرس اللغه الانجليزيه مجان. طيب يا بروف لو سمحت لي يا ناسي دي، انت يعني اكثر حاجه طبعا ناسي دي، احنا مجرد ما الواحد فكر انه يدرس برا بيفكر في الفند او اللي هي الدعم المالي. يعني ناسي انت مثلا مشيت مصر بدون يعني بدون سبونسر شيب، بدون منحه، وجيت ماليزيا بدون منحه. فاكيد يعني لانه اكيد طبعا ناسي انت بتحكي لنا بس في الجانب المشرق، يعني اكيد بيكون في وازيدك من البيت شير، انا دخلت الابتدائي من غير حقي لانه بيقولوا الناس كان عمرهم 7 سنة. نعم. فلما شفت الجماعه ماشيين المدرسه قمت مشيت معاهم، وجيت قام الاستاذ قال لي اخذ عمرك 6 سنة تيجي السنه الجايه. قاموا ودوني للمدير، المدير اسمه حسن بشير من ناس ابو حمد، ان كان حيا ربنا يزيد الصحه والعافيه ويمد ربنا يرحمه. قال لي يا ابني الحكومه ما بتقري زول الا عمره 7 سنة. قمت بكيت طوالي. فقمت بكيت، كان المعلمين كانوا تربويين جدا، تربويين شديد. قال لي يا ابني انا بقبلك، لكن الكراسات والحبر والاقلام دي حقت الحكومه، اهلك يبيعوا لك. مشيت لامي وابوي، قال لي جدا ما في مشكله، بنبيع لك الكراسات. يعني دخلت الابتدائي من غير ملحه برضه. كلام جميل. طيب كيف انا حليت مشكله عدم المنحه في مصر؟ بتاعت مصر كانت سهله، لان انا كنت شغاله من مخازن ومعي قروش كثيره جدا، وحولت الدولار الحسابي وقريت السنه الاولى، اخذت اجازه. كان بعد ما كملت السنه التاهيليه جيت قدمت استقالتي، كنت باخذ اجازه من غير مرتب، اخذت مستحقاتي مشيت قريت السنه الثانيه. وبعد ذاك في منظمات دعمتنا بسيط. في السنه الثالثه قاموا ساوونا مع كل الناس، قالوا ثاني ما في حزمه تحويلات، ادوا الناس كلهم منح. يعني انا اخذت منحه في سنه ثالثه ورابعه بس. هلا لما جيت ماليزيا هنا كان عندي خالي في السعوديه برضو عمل لي دعم. 7 شهور الاولى قريت على حسابي، هو على حساب رب العالمين، حقيقه انا ما عندي حساب، فاتح حساب في بنك الرحمن بس. كلام جميل. ما عندي حساب، حساب رب العالمين. في نفس الطريقه جيت في ماليزيا هنا 7 شهور الاولى والسنه الاولى، السبعة الأولى والسنة الأولى قريتها على حسابي الخاص اللي هو كان عندي خالي بيدعمني. وبهذه المناسبة أحيي البروفيسور مالك بدري، بروفيسور أبونا مالك بدري أستاذ السايكولوجي علم النفس، هو الزول يعني سبب إنه يعمل لي سبونسر ويعمل لي مساعدات في السنة الأولى. ومن قبله الأستاذة ستنا عبد الرحمن زوجة أخونا الدكتور عادل الشيخ، واخونا محمود الله يرحمه ويغفر له، وناس كثار جدا كانوا لكم معنا. فبروفيسور مالك بدري كان له دور كبير جدا في المساعده انه جاوز السنه الاولى. بعد ما كملت الكورسات،
في حاجه اسمها ريسيرش فند في تمويل من الحكومه الماليزيه، في حاجه اسمها بايروريتي ارياز. انا كان الماستر بتاعي في التصنيع الغذائي، الانتاجيه التصنيع الغذائي من ناحيه اقتصاديه، وكان في مشروع كبير جدا من الجامعه. بعد سنه انا بقى عندي منحه $600، بقى عندي منحه $600 بعد سنه ما كملتها. ال $600 دي ارسلت لاهلي فيها $500 وخليت ال $100 اصرف بها. ماليزيا كانت رخيصه، يعني من 95 الى يومنا هذا الاسره كانت بتعتمد علي. يعني من الاسيستنت شيب مش حليت مشكلتي انا براي، الاسيستنت شيب اللي بلقاه من المشاريع دي والتيوتر شيب دي كلها اللي عملتها في الماجستير والدكتوراه، كنت بساعد بها الوالد والوالده والاخوان اللي كانوا بيقروا الى يومنا هذا. فده حل المشكله يا اخونا ياسين. بعد ذاك يا هو بعد ذاك لقينا الاسيستنت شيب وخلصت الماجستير، وطبعا ما كان في انترنت. احنا بدينا 94 يولاي والانترنت ظهر 96. المرحله الاولى من البحوث كانت عن طريق الذهاب الى المكتبات في ماليزيا. الكويس في ماليزيا، ماليزيا بلد منظمه جدا، عندها خطط اقتصاديه منظمه، واي مؤسسه واي وزاره عندها مكتبه. فكنا بنمشي بشيل الاوراق بتاعت المؤتمرات والتقارير وغيره وغيره، وكتبنا البحث بالطريقه دي. لكن من 96 بعد ذلك جات الانترنت وبقى في قاعده بيانات. فخلصت الماجستير في الاقتصاد اسمه ماستر اوف ساينس، جزء كورسات عرجت من الاقتصاد الزراعي للاقتصاد التنموي، وتكلمت على الانتاجيه. لما جيت في الدكتوراه لقيت لي منحه، يعني لقيت برضه اسيستنت شيب، وبقيت ادرس بار تايم. وحضرت في البيئه والتنميه اللي هي بسموها جرين برودكتيفيتي، عملتها كده في النهايه. فمشكله الاسيستنت شيب ما كانت مستغره، سنتين فيه وسنه ما فيه وكده. المهم في النهايه ماليزيا كانت رخيصه. فلحد ما خلصت الدكتوراه بعد ذاك كنت متوقع انه ما حاشتغل في ماليزيا، لانه حقيقه ما كان في زول بيساعد. لكن بذات الغدر وبذات العقليه بتاعت التوكل والاخذ بالاسباب، قمت بس اول ما سلمت للمناقشه، الكلام ده كان في شهر 6 2004، بدأت أراسل بالإيميل طوالي، بدأت أراسل بالإيميل. فكان عندي كونفرنس بيبر كثيرة جدا، وكنت عندي أوراق كثيرة يعني بتاعت كونفرنس ومجلات عمل سبميشن. صادف إنه جامعة مالتيميديا دي عاوزين واحد في الاقتصاد يدرس الاقتصاد، تاريخ الاقتصاد، ويدرس الاقتصاد السياسي. وكان عميد الكلية نيوزيلندي الله يرحمه ويغفر له، وتوفى السنة دي، راجل فاضل جدا، أسلم في النهاية. فأول ما قدمت شاف السي في طوالي ناداني للانترفيو، فتم تعييني قبل ما أناقش. وأول يوم جيت في الجامعة الموظفة قالت لي يا أخ ممكن تأخذ مرتب شهر ونخصم منك في 6 شهور. قلت لها والله ما أحوجي إلى مرتب الشهر ده، كان زي $1,000. أخذتها طوالي ورسلت لأهلي مصاريف. كلام جميل. فشوف يعني بعد غرابة 10 سنة من الدخل الغير منتظم، وعكسونا كثير جدا طبعا في الماجستير والدكتوراه، وعانينا فيها كثير جدا، لكن حولنا هذه المعاكسات الى نجاحات. يكفي في طريقنا المشرفين، ما خلونا نكمل بسهوله، لكن مشينا مؤتمرات ومشينا مجلات. في النهايه لما لقونا بقينا ننشر غيره، استجابوا لرغبه رب العالمين. ضيعوا لنا سنين، لكن حولنا النجاح المشاكل الى نجاح. يعني لو ما عكسونا ما كان نشرنا. يعني بقول لكم دائما ما في شر محض، ما في شر محض. كلام جميل. فعكسونا واخرونا، في النهايه اتجهنا نحو المؤتمرات، بقينا نكتب اسمائهم فيها ويترقوا بها. وفي النهايه كانت فتح مبين. واول ما انا اشتغلت في الجامعه دي، جامعه مالتيميديا، يوم 27/9/2004، هسه لي 16 سنه. يعني الشهر الجاي ده انا بكمل 16 سنه. شوف يعني الشباب زمان قاموا قالوا لي ما تقرا اقتصاد زراعي ما حتلقى شغل، وسنة الان شغال في ماليزيا. يعني شوفوا يعني الانسان لما يمشي بغضب الله ويمشي في اتجاه الرضا
ويقرأ الحاجة اللي هو بحاس إنه عنده فيها موهبة وإنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب الناس اللي بيعتبرها إنها أخذ بالمستحيلات إن أربط حق لهدفه. شوف من سنة 92 أنا اشتغلت في ماليزيا 2004 شغل كامل وأستاذ في الجامعة كلام جميل. وبعد ذاك انطلقت نحو العالم للمؤتمرات. ده ما كان مؤتمر في خارج ماليزيا، أول حتة مشيت لها كانت تركيا، سوري اليابان. اليابان 2004 في ديسمبر كان مؤتمر عملها جمعية الصديق ذات اليابانيين، دفعوا لنا زي $800. مشيت طوكيو، مشيت من قبلها برضو تالي. بعد ذاك مشيت تركيا ولفينا في العالم لحد ما التقيت مع أخونا ياسين 2016 في لندن، ومن قبله الأخ الفاضل الرجل الطموح أخونا دكتور علام الذي أنشأ منظمة عالمية راغية جدا اتعرفت بها 2005 وما كنت أعرف أنه سوداني. من 2005 مع أخونا علام مشينا دول كثيرة جدا، وأبعد حتة مشينا لها حتة سيما سان لوسيا في جزر الكاريبي 2010. دي كانت رحلة جميلة جدا، وأحكي لكم قصة بهذه المناسبة. عشان أنا أمشي سان لوسيا لازم أمر بأمريكا أو بريطانيا، كلام جميل. شوف الإنسان لما يكون طموح وفكر خارج الصندوق. قمت شفت لي مؤتمر في نيويورك عن عمل البنك الدولي عن التنمية في أفريقيا، قدمت لهم وحنستهم يدينوا فرصة، قاموا يدوني فرصة، كلام جميل. وفي مؤتمر كان في اليابان، مشيت السفارة الأمريكية قدمت أونلاين للفيزا ومتوقع إنه أنا سوداني وفي غايمة الإرهاب وغيره وغيره، تحصل لي معاكسات. شاء الله سبحانه وتعالى أدوني الفيزا من غير انترفيو، وما شافوا ورقة واحدة. الغنصل شاف تأشيرة اليابان يوم الجمعة وليدي يوم الاثنين، شاف تأشيرة لهونغ كونغ ولتايوان ولساوس كوريا ولدول كثيرة جدا، وآخر تأشيرة لليابان. شال الجواز بس قفل وكده، وقال لي تعالينا بعد كم يوم عشان تعمل كليرز بس. يا خنا شغال كده ما دايرين ورقة، متزوج كده ما دايرين، ما شافوا ولا ورقة واحدة. يعني شوف الإنسان يكون إرهابي لما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني مش أنا ما إرهابي أصلا، لكن قادرين لأنه أنا سوداني وباي ديفينيشن إنه إرهابي، كلام جميل. تأخذ تأشيرة من غير انترفيو، ويجي الماليزيين يعملوا معهم انترفيو وزيلوا مزيلة الموت. أنا قاعد زي دي كده قلت والله العظيم إذا كان الماليزيين دي بيسألهم كده أنا حيسألوني كيف. شاء الله سبحانه وتعالى أخذ تأشيرة من غير أي ورقة، بس الهيستوري بتاع السفر بس بالجواز. ولما مشيت طوكيو ووصلت نيويورك ادوني غامة سنة كاملة، بيدوا الناس 6 شهور أكثر حاجة، ادوني غامة سنة كاملة. وجلست في نيويورك ومشيت سان لوسيا 6 ساعات من نيويورك، قابلت أخونا علام هناك، وجيت رايح بأمريكا ونزلت طوكيو. كان عندي المؤتمر الثالث، هذا المؤتمر الثاني كان الأول كان في نيويورك مع البنك الدولي، والثاني كان في سان لوسيا اللي قابلت فيه اخونا مشينا بتاع اخونا علام، والثالث كان في طوكيو. شوف حتى الفرصه ذاتها واحده بيلقاها بيحاول يستفيد منها اقصى ما يمكن. شوف طريقه التفكير، يعني لما الانسان تشغله التجارب بيقدر يستغل الفرصه الموجوده قدامه. ولاول مره الجامعه تمول تمويل كامل، التمويل اللي ادوني لي سافرت بيه لسان لوسيا، السفر ده كله مجان، كلام جميل. الجامعه ادتني $3,000 اشتريت بها تذاكر، ربطت بها الاماكن دي كلها، سافر انا مجان. وانا في نيويورك كان عندنا برنامج بتاع اسمه شنو ده؟ بتاع MBA في جزيره اسمها كيش في ايران. برنامج مشترك. رسلوا لي ايميل ناس الجامعه قال لي احنا دايرين انك تمشي كيش بعد اسبوعين، كيش ايلاند، تدرس لنا ماده اسمها ايكونوميك فور مانجرز بتاع ناس الـ MBA. انا ما كنت عارف كيش دي وين. وانا في نيويورك فتشت في الكمبيوتر كيش في ايران، قلت يا الله سبحان الله من امريكا لايران كيف الكلام ده يعني. كويس. جيت جلست اسبوع، سافرت بدبي واخذنا طيران اسمه كيش جزيره حره تحت الشاه كانت، ومشيت اسبوع جلست درست طلعت لي $3,000 ورحله لدبي وسوق حر، وعملت شوبينج لاولادي وكده. وقعدت اسبوع اول مره اتعامل مع الايرانيين وجها لوجه لانه بندرسهم هنا. شوف يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح الفرص. نعم. قاموا الايرانيين طبعا كسروا لي شنطتي، شايفيني جاي من امريكا كسروا لي شنطتي، فتحوها من وراي.
لما جيت هنا لقيتها مكسورة، خافوا مني. كلام جميل. شوف يعني ربنا لما يريد الأشياء تمشي أمريكا وتمشي شالوجة، طيب عزوه تمشي 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 كيش آيلانا أصلاً أنت يوم واحد مسحتها ما ولو شفتها. فهذه بدأت مرحلة السفر. آخر سفرة كانت للندن 2019 اللي هو مؤتمر أخونا علام، والسنة طبعاً عملناها كلها أونلاين. المهم في النهاية شفت المتطلبات الترقية في الجامعة، فمن محاضر لسينير لاكشر أو بيسموه سيستم بروفيسور أستاذ مساعد لأسوشي بروفيسور لفول بروفيسور. أنا كنت دائرة في 5 سنة لكن تمت في 10 سنة. أنا كنت طبعاً إحنا نحن نريد والله يريد وإرادة الله سبحانه وتعالى فهو كل شيء. لأنك إذا لو ما ماليزي ما بدو ما برقوق بسهولة. وحاجيهم وأكتب للرئيس الجامعة كل ما يعكسوني أكتب لي رسالة ما بزول بكتبها ذات أصلاً. الكلام ده متوكل على الله سبحانه وتعالى. فأخذت السيني قدمت للسيستم بروفيسور السينير لاكشر المرة الأولى رفضوا تقدوني لها 2008. قدمت للأسوشيت بروفيسور رفضوا تقدوني لها 2010 وثاني 2011 رضوني. قدوني حي يسيب السينير أسوشيت بروفيسور. 2012 و13 و14 رفضوا لي للبروفيسور وقمت زعلت. أبيت أقدم. يا حنسوني قال لي لا تقدم. زعلت على السودانيين ذاك. أبيت أقدم. فحنسوني وقمت قدمت 2015 رضوني لها. وبعد ذاك ثاني بقى تاخذ بروفيسور يا جماعه دي بقت مستحيله ذاته من 7 المستحيلات. كلام جميل. يعني شوف انك انت في ماليزيين اليوم الليله لاكشرز شغالين قبلنا ومعانا وبعدنا، تجي انت في بلدهم وتجتهد وتنشر وتشرف وتعمل وبعدك يعني ما حبهم فينا ولا بحبونا ولا حاجه، بحبنا رب العالمين. نعم. ونحن قاعدين هنا بغدر الله سبحانه وتعالى، وما كان للغدر أن يوقفه البشر. وأنا أنتهي من هذا من هنا وأحييكم جميعا وأديكم فرصة للنقاش والمداخلات. شكرا جزيلا. الله يديك العافية يا بروف. يعني سعيد أنا صراحة يعني لقيت طبعا بروف الصادق قعدنا كثير يعني في مكة دي ممكن كله 3 شهور من يتلاقى بنقعد في الحرم عندنا جلسة جميلة وكذا، لكن الليلة أول يوم يعني بروفيسور الصادق ده يفتح لنا صدره كده يعني. فهي دي هو ذاته يعني رسالة يعني قصد إنه يخط لنا يعني عمل لنا هايت لايت ويخط لنا خطوط تحت كلمات كثيرة جدا جدا، لأنه هو قاصد يوصل لنا رسالة معينة يعني. فشكرا لك يا بروف، والوقت تسع متأخر جدا عندك، فنحن إن شاء الله بس هناخذ منك زي 25 دقيقة ونتفي. فشايف شايف ما عندي اي مشكله، الناس يتفضلوا يتداخلوا ويسالوا الاسئله عالي جدا جدا من الديو. تفضل يا دكتور. 20 دقيقه 50 دقيقه ما في مشكله، لانه الفرصه تاتي مره واحده، يجب علينا ان نعظمها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بروف الصادق. والله انا قاعد بستمع في لحظه من اللحظات، يعني الواحد عيونه تدمع، واحد في لحظه من اللحظات يشعر بالفخر يعني كده والاعزاز. الله يديك الصحة والعافية ويكتر خيرك، يعني والله قصة ملهمة جدا جدا جدا. بارك الله فيك. أنا في كثير من محطاتك استوقفتني، منها المسألة الفاصل ما بين الثانوي العالي والجامعة، إنها كان في مرحلة بتاع الشغل ومرحلة كان يعني التقطت فيها الورك إيثكس ومحتفي فيها بالدايفيرسيتي. فالحتة دي أسيا الأسر كلها بتكون رشنج، لأنه أولادهم يخشوا سريع المدارس، يخشوا سريع الجامعات، وسرعة سرعة الواحد يكمل الماجستير ولا غير ولا يلحق سوق العمل ولا كده. فإنت أسي لو رجع بيك الزمن في نفس الوقت داك، هل الخيار بتاعك كان بيكون أنت يكون عندك فاصل سنتين من الجامعة ولا بتكون دارت تخش بسرعة يعني؟ والله طبعا أنا أصلا لو كان الأمر في يدي أنا كان خشيت بسرعة. نعم. كلام جميل. لكن طبعا لانه انا اخترت بناء شخصيه ودرست في الجنوب وما في تدريس كان، ما قدرت اخش من اول مره، جبت شهاده وناجح في اي شيء. وبعد ذاك دخلت سوق العمل سنتين، وانا كان اصلا ده ما هدفي، وما كان عندي خيار غير انه ادخل سوق العمل لانه في النهايه خلاص اللي هدفي. ولكن انا افتكر انه الإنسان لو لقى فرصة إنه يشتغل ويقرأ يكون أفضل.
يعني اليابانيين دي مش شعب غني وهي شيء، هذا الشعب شعب كادح. وانت قاعد في كوريا احتمال تكون عارف الكوريين اكثر من انا، لكن انا بعرف اليابانيين لانه قعدت في اليابان فتره طويله. هل تعلم ايها الاخوه الاخوات الافاضل اي طالب بنسبه 90% في الجامعات اليابانيه بيشتغل بار تايم وبيقرا، بيسموه ارابايتو، بيشتغل في الويكند وبيشتغل ارضه في اثناء الدراسه برضه. كلام جميل. فاذا الانسان دخل الجامعه ممكن يكتسب الشغل برضه انه يشتغل في الاجازات هاي. لكن اذا مثلا اشتغلت خاصه بعد الجامعه، اذا اشتغلت وبعد ذاك ثاني حضرت بكون افضل. لكن طبعا الان الزمن يتغير، ممكن تشتغل وتحضر. لا ممكن تشتغل وتحضر، ممكن تشتغل وتقرا في الجامعه هاي. الزمن يتغير. لكن انا لما اشتغلت 100% كنت بقرا برضه، لانه تحدث شهاده سودانيه ثاني، عشان انه في النهايه عمليه شهاده اقوى من اللي بتقريني في النهايه. فما وقفت من الدراسه اصلا، كنت بالنهار بقرا وبالنهار بشتغل لحد الساعه 2 وبالمساء بقرا. كنت بقرا في كوستي، هاي اسم اتحاد المرابع اللي بيعيدوا فيها الناس. فكنت شغال في كنانه وبنزل الساعه 3 كوستي بقرا لحد صلاه العشاء وبرجع على البيت، وبقرا الصباح بدري على الصبح بمشي بشتغل في كنانه وبي. ففي النهايه ممكن الانسان يشتغل ويقرا. لكن طبعا اكتساب المهارات بالشغل مهمه جدا. هسه دي واحده بنعاني منها احنا اولادنا، بنقري فيهم الان وبندلع فيهم وغيره، لكن في النهايه لما نكبروا المفروض نبني مهاراتهم، نديهم تدريب، نديهم فرص انه يشتغلوا كده. كلامك صح. فانا ما كان عندي خيار، لكن في النهايه الخيار المتاح استغلته الى اقصى ما يمكن، اللي هو جمعت ما بين الغراءتين، غراءة الشغل وانه اواصل مشواري يعني. ممتاز جدا. طيب يا بروف، في اي محطه من محطات حياتك دي شنو القرار اللي انت ممكن تقول والله انا كان ممكن اعمله بصوره افضل، يعني I could have done better؟ اي قرار في اي وقت في اي دوله؟ والله طبعا هو برضو ما كان فيه خيار. انا كان اول فرصه جاتني في استراليا ناشونال يونيفرسيتي في كامبيرا. انا كان مفروض امشي استراليا سنه 93، كلام جميل، او امشي ريدينغ يونيفرسيتي سنه 93 في لندن، بس ما كان عندي منها انه امشي، ما بقدر اتخذ قرار. يعني انا لو مشيت استراليا او مشيت بريطانيا كان الحال بكسب الان ممكن ابقى مواطن استرالي او مواطن بريطاني. يجيبوك في المحكمه بروف تقول يا اخي انا سوداني من اصول استراليه ولا بتاع؟ نعم نعم. أكون من العائدين. سلام يمين. نعم. ده الشيء كان ممكن يحصل، لكن ما كان بضمن إنه أحقق اللي حققته في ماليزيا. صح ماليزيا ما تديني جنسية، لكن أنا اللي حققته في ماليزيا لأنه ماليزيا كانت بلد خصبة، بلد يعني بعد الدراسات العليا. نحن لما جينا في ماليزيا كان فيها ستة جامعات حكومية فقط. سلام يمين. أنا وبعد ذاك محاذير قرر إنه يعمل ماليزي سنتر فور إديوكيشن، وقد كان أول جامعة خاصة عملها جامعة الاتصالات الماليزية اللي اسمها مالتيميديا شغال فيها نادي، والآن فعلا أصبح سنتر أوف إديوكيشن. فهذه النهضة في ماليزيا أنا حقيقة أنا أم فيري براود إنه ساعدنا الماليزيين إنه يبنوا الدراسات العليا. أديناهم الثقة، بإنه يحضروا في بلدهم. ما كانوا بيحضروا الماليزيين ولا بيقولوا في ماليزيا، حتى كان بيقول لهم أنتوا جايبكم هنا شنو؟ وتمشي بريطانيا وتمشي أمريكا. فوجودنا هنا ساهم إنه ماليزيا كدولة مسلمة تكون قبلة لأي زول داري يكون محافظ ويربي أولاده هنا ويقروا وغيره كده يعني. فساهمنا في بناء الدراسات العليا وساهمنا في بناء الجامعات بعد ما اشتغلنا فيها. كلام جميل. لكن طيب. الشيء ما حصل على هاي. أنت عشت في دول كلها، يعني إحنا جايين من خلفية فيها الحوكمة وكده، الناس عندهم العقلية والذهنية بتاعت الغيب، يعني انت جاي من خلفية أنصارية قوية. نعم. لكن عشت في ماليزيا اللي هي دولة فيها التعدد يعني محتفى به، وعشت في اليابان اللي هي دولة فيها التعدد يعني أو هم هوموجينيس، لكن قصدي من ناحية بتاعت حوكمة التداول السلمي للسلطة، النظام بتاع الحكم علماني، المسافة بعيدة من الحكومة، مسافتها واحدة من كل المواطنين وإلى آخره. الحاجة دي
هل ممكن تنقول للسودان يعني لو كانت في يدك القلم الآن بتنقل النظام بتاع الحوكمة ده للسودان، ولا هتجي راجع تقول لا 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 الحاكمية لله ونحن لازم نطبق الشريعة الإسلامية في السودان، علما بأنك أنت عايز تسيب ماليزيا اللي هو مهدير محمد قال إنه والله لما نصلي بنتجه مكة، لما نجي دائرنا تاجر بنتجه وول ستريت. لا لا أيوة. وأشوف أقول لك حاجة، في حاجة أنا دار أثبتها لك، إنه الإسلام ده ما حدود بس زي ما الناس فاهمين، يعني الفايف بيلرز أو أركان الإسلام الخمسة ما فيها حدود، كلها أركان تربط الإنسان بعلاقته بربه وتبني شخصيته، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، دي كلها علاقات بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ودي الأركان الخمسة في القرآن. الإسلام يهدف لأنه الإنسان يبني شخصيته على طوع من الله سبحانه وتعالى على سنة في النهاية يقيم العدل الحوكمة الموجودة في الدول الغربية ما عندنا، ده أصل الإسلام. كلام جميل. أما الحدود والأشياء زي دي بتدرى من الشبهات، يعني ما ربنا جاب الحدود دي عشان يفصل بها العلاقات بين الناس، وكل ما الإنسان كان علاقته بربنا أقوى كل ما كان علاقته بالناس كويسة. الماليزيين في ميزة نحن ما عندنا، الدائرين إنه نحن الدائرين إنه نحن العملوا الماليزيين البلد دي قائمة على الإسلام، يعني الأشياء الأساسية الصوم والصلاة والزكاة والأشياء دي كلها، والإنسان مهما كان علماني هنا في ماليزيا ما بيتكلم في الإسلام نهاية، يعني كل اللي بيقدر يقوله محاذير يا أخي نحن والله صراحة ما بنقدر نطبق الحدود لأنه الناس ضعيفين، لكن بنقدر بنصوم بنقدر بنحج بنقدر بنبني المجتمع إنه يتعبد، ونقدر نعمل لهم بنوك إسلامية نعمل لهم أي شيء. وفي دي هو كلامه صح، لأنه حقيقة أن الشعب الماليزي شعب ضعيف جدا، لو أي حد من الحدود طبقه فيه المجتمع كله بيعاني من الكلام ده. فنحن دايرين من السودانيين إنه حافظوا على أخلاقهم والأشياء اللي بيقدروا يطبقوها يطبقوها، أهم شيء العدالة. اليابان دي ما دولة ما مسلمة، أكثر دولة في الدنيا فيها سيادة قانون هي اليابان، صح ما مسلمين هم، لكن القانون في اليابان ما في مجاملة. تعال شوف هنا في ماليزيا مش دول مسلمة أي حاجة، في مجاملة في القانون، حتى القانون الوضع ذاته. فأنا داير في السودان الآن إنه نحافظ على أخلاقنا ونبني بلدنا، وبنقدر نطبقه ونطبقه، لكن يكون عندنا الحد الأدنى، يكون عندنا الحد الأدنى. نمرة اثنين، هذه تجربة بروناي. بروناي قال نفهم الله دايرين الحدود، لكن دايرينها كنظام اجتماعي إن ننظم بحياة الناس مش ننفذه فيهم، مش ننفذه، يعني بنمنعك من الخمر، بنمنعك من كده، بنمنعك من كده، لكن فينا ما بنعاقبك. كلام يمين. فالشيء دايرون الآن في السودان احنا دايرين العدالة، العدالة دي بيعمل الإنسان لأنه الإنسان إيمانه بزيد وبينقص، دايرين نقوي إيمان الناس، دايرين نحافظ على قيمهم وعلى أخلاقهم، دايرين ننمي بلدنا. ما يعني وده يا بروف، انت زول بتاع اقتصاد، يعني بتعرف انه الحاجات لازم تكون ميجرابل، يعني الايمانيات وكده دي حاجات ما بنقدر نقول انه والله يا اخي زول ده، يعني اسي هل القصه بتاعت القويه الامين القويه الامين، وفي النهايه الناس صنعت حراميه وسرقت وعملت وسوت. صح صح صح. انا قصدي انه النظام بتاع زول بتاع اداره واقتصاد وكده وعندك بيبرز قويه جدا جدا، هل يعني is recommended إنه الناس تمشي في اتجاه محاولة إعادة يعني فكرة ما غير قابلة للتطبيق، ولا تمشي في اتجاه والله يا أخي تحديث الدولة وكده ومع تربية المجتمع؟ الكلام ده السؤال ده مهم جدا، لأنك أنت مثال حي ونموذج قاعد زول متمسك بالقيم الإسلامية وقاعد في مجتمع علماني، المجتمع الماليزي مجتمع علماني. نعم نعم نعم. والله شفت أنا دايرين، وأهم شيء أنا بيهمني الإنسان بمهاراته، أهم شيء عندي المهارة، أنا بزور بتاع اقتصاد، الشخص المناسب في المكان المناسب. كلام جميل. وتكون إنك أمين وصادق ملتزم، ما ملتزم إذا في إطارك الشخصي ما عندي معك قضية، أنا في إطارك الشخصي في حي يسمى حق عام وفي حي يسمى حق خاص. كلام جميل. أنت تراعي الحق الخاص وأدي واجبك، يعني في النهاية ما تضرب المجتمع،
من ناحية مهنية حافظ على مهنتك، أنا ما عندي قضية بأخلاقك ولا سلوكك، تحتفظ بها لنفسك أنت، لكن أخلاقك وسلوكك كده يعني أنك في حبك للعالم العمل وأداك للعمل. لو ينزل بصوم الاثنين وخميس وما بيشتغل بقول لك ده ما نافع، ولو ينزل ما بصوم أصلا ومسلو بيصلي ساي وبأدي واجبه وسهل المجتمع وبيخلق وظائف، أنا عندي أحسن من الزول الثاني ده. يعني زول أمين، يعني زول أمين وحتى لما هو ملتزم أحسن من زول يعني زول بكذب وهو أمين بيصلي وبصوم وبكذب. الفترة شفناها في الإغاز يعني، الفترة شفناها في الإغاز يعني، التجربة شفناها يعني. في النهاية صراحة كده ال- 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 الإنسان مفروض يكون صادق، عملية الصدق كده، صادق في شخصيتك في مكوناتك الشخصية وفي أمانتك وفي أداك لوظيفتك. ده موضوع الغوي والأمين، يعني أنت غوي بفكرك غوي بمهارتك وأمين على الشيء اللي بتديه، أمين على رسالتك وظيفتك الأدوك هذه. يبقى بعدك تاني الإيمان يزيد وينقص، من الملتزم 100% ومن ما ملتزم 100% ومن اللي بياخذ الحد الأدنى، لكن في النهاية نصل لحاجة نبقى زي الماليزيين ديل. ما يكون في زول عنده رأي في الإسلام، الماليزيين سبع عنده رأي في الإسلام بيعملوا دارين يعملوه، لكن ما في زول يتكلم في الإسلام. كلام جميل. الناس في السودان يعملوا دارين يعملوه في إطار ضيق، وأهم شيء إنك تبني بلدك وتقبل بالآخر وتعتبر الناس كله مهلك البر والفاجر، وتتعاون مع الناس وتأدي رسالتك. طيب وما تفرض فكرتك على زول. نحن بنعاني من المشاكل. الأيديولوجيين كلهم سواء كانوا يساريين أو يمينين مشكلتهم الأساسية إنهم بيحاولوا يفرضوا أفكارهم على الآخرين. فنحن دارين حاجة وسطية إنه الناس تتعايش. الحاجة الأساسية هي المواطنة، الحاجة الأساسية هي الأخلاق الفاضلة، الحاجة الأساسية هي المهارة في أداء الوظيفة. بعدك اللي بنقدر بنطبقه من الإسلام نطبقه، لو بنقدر في النهاية خلاص ربنا سبحانه وتعالى هو عالم بينا. نعم كده. طيب بس معلش في واحدة من واحدة من الأخوات رافعة يدها من الموبايل. نعيمة تفضلي. نعيمة علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. في رحلة النجاح دي بصراحة استفدت كثير دكتور، الله يجزاك بخير يا بروف. طبعا الفائدة اللي أنا أخذتها إنه في رحلة نجاحك دي إنه السماء هي الرضا بما كتبه الله لنا ومخافة الله سبحانه وتعالى، والأرضية أنا أعتقد إنها فيها في بر الوالدين. لما نشوف ده في أم بتدعي وأب راضي وهذا سبب رضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لحضرتك. نعم. يا ريت أعرف لو أنا كمرأة، هل المرأة دور كان في قصة النجاح دي؟ هل كان في دعم لتخطيك لكل التحديات اللي واجهتك؟ والله طبعا ده كلام جميل جدا. هو طبعا أنا طبعا تزوجت بعد ما اشتغلت في الجامعة، بعد ما اشتغلت. والمرأة لها دور عظيم جدا، وحيي كل النساء يعني من هنا. وأنا سبب نجاحي ذاته أمي كان لها نجاح لها دور كبير جدا، لأنه أبوي الله يديه الصحة والعافية وأمي الله يديه الصحة والعافية استقبل الحياة وهو يتيم. يعني أمه توفيت وهو طفل صغير، والإنسان لما أمه توفى في النهاية ما بيلقى الرعاية الكاملة، في النهاية هو استقبل الحياة بهذه الطريقة. لكن الأم كان لها دور كبير جدا وفي التربية وفي حل المشاكل، والأب كذلك. وبعد ما تزوجت برضو زوجتي لها دور كبير جدا رعاية الأطفال، بالرغم إنها هي حياة من هنا الدكتورة مهمة سعد الدين أحمد بخيت، هي الآن في مستشفى عسير المركزي في مدينة أفا رئيس قسم مختبرات الدم. فلما تزوجتها هي كانت طبيبة يعني غير متخصصة، حضرت الدكتورة هنا. بالرغم إن هي كان بتقرأ يعني رعاية الأطفال وتربية الأطفال حتى القيام بواجباتهم المدرسية إلى يوم من هذا هي مزولة منا. فأنا أفتكر إنه هي لها دور كبير جدا كونها أتفرغ أنا للأكاديميات، فقد يكون جانب الرعاية والوقوف على الأسرة كأب للأسرة والجانب الإنفاق برضه، وإن كان هي الآن بتشارك بالإنفاق بعد ما مجيت السعودية. كان له دور كبير جدا في من 2006 إلى يومنا هذا، اللي هي رحلة الترقي إلى أحسن درجة الأستاذ دي كان له دور كبير جدا، لأنه حقيقة تحملت العبء الأكبر في رعاية الأطفال
وحتى كانت بتكون زعلانه جدا تقول لي انت جامعه مالتيميديا دي كله شيء في حياتك. فبقول بضحك معها اقول لها انا حبيت جامعه مالتيميديا قبل ما احبك، لان انا اشتغلت في الجامعه وبعدك زوجتك، وما الحب الا للحبيب الاول. يعني كلام جميل. فزوجتي كان لها دور كبير جدا وحياتي هي خاصه في رعايه الاطفال والوجوب وواجباتهم الى يومنا هذا. هي الان في ابها وانا هنا، يعني استغل كل زمني في التدريس وفي المشاركات والنشر وفي كل شيء. يعني اكيد وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه يعني. وبعد كله هي ليست مراه تقليديه، هي الان دكتوره ورئيسة قسم وتقدم خدمه كبيره جدا لمنطقه عسير كلها، باعتبار انها هي الاخصائيه الوحيده في امراض الدم في المستشفى. وبعد ده بترعى واجبات الاطفال المدرسيه التي يعني تشيب الراس، ولدين في جريد 8 وبيت في جريد 4 والثاني هسه داخل الروضه، واقفه في واجباتهم الاكاديميه كامله ورعايتهم كامله ومشاركه في الانفاق الان. فاكيد يعني والدتي التي يعني ولدتني كان لها دور كبير جدا منذ ان كنت طفل، وزوجتي اللي تزوجتها في مرحله الترقي من درجه المحاضر الى درجه الاستاذيه، وكل المساهمات العظيمه والسفر والنشر والاشياء دي كلها. انا بسافر بخليها هنا مع الاطفال برا، وكانت في ملاكا هنا لوحدها برا، وبعد ما مشيت كوالالمبور برضه كان مسافر بخليها قاعده برا يعني. فتحيه لها خاصه وتحيه لكل امراه. وانا انصح الاخوه والاخوات يعني يجب ان تختار المراه يعني ممكن تقدر تقدر ظروفك وتقدر ظروفها وتتعاون معها. يعني انا بسافر وبالعكس انا برضه بسمح لها هي بتسافر وبسمح لها انها تشتغل. والثقه في الزواج اهم شيء. سبب نجاح الزواج يكون في صيغه مطلقه، والانسان ما يطلب اكثر من عنده. اذا انت كنت زوج كويس لا تخشى الا الله سبحانه وتعالى، وان لم تكن كويس في النهايه يعني يجب عليك ان تلوم نفسك. فالثقة في الزواج والثقة بين الزوجين أكيد سبب أساسي جدا في النجاح. يعني أنت في بلاد وهي في بلاد، والتنوم غرير العين في النهاية إنه ربنا سبحانه وتعالى وفق يعني من ترعى أطفالك ومن تثق فيها يعني. طيب جزيلا يوم سؤالك فضل بارك الله فيك. نعم طيب كتر خيرك كثير يا دكتور. نمشي شايف بروفيسور عبد الباسط مريود، تفضل يا بروف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا اخي بروف، كيف حالك عبد الباسط؟ يا اخي بروف الصادق يا اخي يديك العافيه، ان شاء الله ربنا يحفظك لنا يا رب. جمعني ان شاء الله جمعني. عندنا المرحوم المحامي احمد سليمان، وكان من الكوادر الحزب الشيوعي، الله يرحمه وينتمى للحركه الاسلاميه. عنده كتاب اسمه مشينا خطن، كتبت علينا ومن كتبت عليه خطن مشاها. ومن كانت حقيقة قصة النجاح هي ملهمة جدا. وأفتكر كثير من الأخ من الناس المستمعين يمكن يستفيدوا كثير من هذه التجارب. لكن أنا لي سؤال صغير اللي هو في مجال حياتك وكل هذه الإبداعات والإشراقات وكل هذه الأشياء الجميلة، ما شايف عندك اهتمامات تانية غير يعني حتى انت قلت تربية الأطفال مالك فيها وكذا، كل الجانب الأكاديمي. تعرف الأكاديمية دي مرات تحتاج لها شوية بهارات كده، يعني مثلا الموسيقى. نعم. اهتماماتك في مجال الفن مثلا، مجال الأدب، مجال الرياضة. المسائل دي مناسبة مرات ضروري جدا، لأنه الشباب اليوم بيحتاج برضو يعرفوا الجوانب دي، لأنه كثير منهم مرات بكون هو ذاته عنده إشراقات في مجالات كثيرة جدا يعني. فبالتالي الناس البايونير لو عملوا إضاءات على حياتهم في الجوانب دي بتفيد الأولاد كثير جدا يعني أو الشباب جدا. وربنا يحفظك إن شاء الله ويعلي مراتبك زي ما يقولوا هن. هاي بس دقيقة خلينا أعلق على النقطة دي، موضوع الرياضة. خلاص موضوع الرياضة، أنا كنت رياضي منذ أنا طفل، بلعب كرة القدم، بلعب كرة الطائرة، كرة الطائرة، وبلعب السلة لحد 2004. يعني كنا في جامعة بوترا من ضمن الأشياء كنا بنلعب كرة القدم. أسسنا UPM اللي عملت فيها البوست دكتوراه دي أخذت على الباسط. إحنا أول فريق كرة قدم أنشأناه ولعبت فيه لحد 2004، وحصلت لي إصابة في الركبة. وبعد ذلك جيت هنا لما جيت في ملاكا هنا
واصلت الرياضة الأخرى كنت بطلع في الجبال لأن أنا جبل هنا بنمشي فيه وبمشي الجيم. والآن الآن أنا أمارس رياضة المشي، بحب المشي جدا يعني لأنه عندي مشكلة في الركبة اليمين. الأشياء الأخرى الثانية، أنا بحب العلاقات الاجتماعية شديد جدا، أعوذ بالله من أنا دائما بتعاون مع الناس، أي زول عنده مشكلة بقيف معه، أي زول عنده موضوع بقيف معه، وكنت مجامل اجتماعيا شديد جدا. حتى في ماليزيا سموني الوالي، ده اللغة، بس لو قلت الصادق موسى في ماليزيا ما بدل بيعرف، بيقولوا الصادق الوالي. ليه؟ لأنه كنت متواصل اجتماعيا واهتم بشؤون كل الناس، وخاصة الناس اللي كانوا بيجوا دارين يقروا في ماليزيا. بيجي واحد مثلا دار يقرأ وما كان في انترنت، ما كان في أشياء زي دي كده، فأي شخص أنا بقابله بقيف معاه وبمشي معاه، وبتصل لمرحلة إنه بعمل لي فاينانشال ستيتمنت في حسابه من قروشنا. تذكر في أخ صومالي اسمه إبراهيم، الآن هو في نيوزيلند، جاء من العراق وهو بتاع رياضيات، وقال لي يا خان والله ما عندي قروش عشان أعمل ستيتمنت أقرا، فكان معي 6000 رينجيت اللي هي كان في زمن ذاك بعد الله جنيه زي 2000 دولار وشوية، والله وضعتها له في حسابه وأنا ما بعرف. هذا الرجل عمل الماجستير والدكتوراه الآن في الرياضيات، والآن هو في نيوزيلند، ومواقف كثيرة جدا. فبحب أنا العمل الاجتماعي، وده يسمى الاستثمار في الباغيات الصالحات. أبدا ما تمشي لك في حياة إنسان ما يصيبك إلا خير، وهذا النجاح اللي حصلت له أنا ده كله هو في النهاية حب الخير وهذا الخير والتفاني من خدمة الآخرين، وبحب أتعرف بكل الناس. نعم. وثاني عندي هواية السفر برضو، بحب السفر جيد جدا، بحب السفر، بحب الأعراض الاجتماعية. وأي زول بلقاه، ولحد الآن أنا سوداني، أي زول بلقاه ليلة بلقوه في الشارع بتعرف عليه وبقول يا أخ معليش يا أخي، أنا صح لي 25 سنة في ماليزيا لكن ما زلت سوداني. أي زول بلقاه بوقفه وبسأله واتكلم معه، حتى بكون خايف منك كده أحيانا، وافتكر هذا تشيل منه حاجة ولا كده. وبذكر مرة لقيت واحد اسمه دكتور علي عبد القادر، اقتصادي مشهور جدا، اقتصادي مشهور جدا، كان في جامعة الجزيرة وكان اشتغل في التخطيط العربي اللي لقيته في كوالالمبور، ووقفته وتعرفت عليه وقال لنا علي عبد القادر، وبعدها عرفت انه علي عبد القادر دول موضوع كبير جدا، وهكذا. وناس كتار جدا اللي قناه تعرفنا بهم في الجوانب الثانيه الغير الاكاديميه. وابدا لا اتوانى انه اوقف اي حاجه وامشي معك، لانه في النهايه ربنا سبحانه وتعالى بارك لي في مجهودي. يعني ست لو جيتني قلت لي دايره معي في حاجه انا دايره، ممكن اوقف شغلي وامشي معك طوالي. اي حاجه ممكن اعملها لاي انسان حتى لو ما بعرفه، بالرغم من مرارات بعض الناس يعني في النهايه، خاصه في الجوانب الماليه والاشياء زي دي كده، من المرات كثيرة، لكن برضه في النهايه الانسان بيفعل الخير. ففي جوانب كثيره جدا، هو حب الخير وحب الخير للاخرين، لانه انا مؤمن ما كان للغدر ان يوقفه البشر. واحده من الاشياء اللي تخلي الانسان ينجح بعد الطغوة والاستغامه والتفاني والنجاح الاكاديمي، ان تفتح قلبك وعقلك للاخرين وتحب الخير للاخرين. وانا اؤمن بانه أي إنسان يجب أن يمنح فرصة حتى يؤدي دوره. من تحب زي ما قال بوري، أحسن لمن عادك ومن يحبك. فأنا أي إنسان من داخل قلبي وبكل مشاعري، أي إنسان في الدنيا دي أتمنى إنه يمنح فرصة أن يحقق أهدافه. الله يديك العافية، بارك الله فيكم. طبعا بروف عبد الباسط مريود ده إن شاء الله برضو عندنا معاه جلسة زي جلستنا دي كده إن شاء الله، فهو برضو من الفريق اللاسع بشغالين في البحث بتاع البحوث. يديك العافية يا بروف على المداخلة الجميلة. بارك الله فيك يا بروف. الله يا جماعة، أي مداخلة أي سؤال طارق ادخلوا علينا بالحديث. طارق. طيب يا بروف عبد، يا بروف شكرا بروف عبد الباسط على المداخلة. بروف الصادق والله انا very impressed بالمناسبه بقدرتك على تجاوز التحديات دي والنجاح الجميل ده. يعني فانا في حاجه لاحظتها من خلال التعامل معك، لاحظت انه عندك sensitivity عاليه جدا تجاه الوقت، وعندك يعني اهتمام به وانضباط شديد جدا. انا دار اشوف العاده دي انت طورتها كيف، وليا تدرج هي ساهمت في نجاحاتك دي. بارك الله فيك يا اخوي طارق. طبعا السودانيين معروفين بانه ما بي في زمنه. ايوه صح، دي سمه اساسيه في معظم السودانيين. انا والحمد لله منذ انا طفل دائما بيجي قبل وقتي، يعني انا عندي الوقت ده اهم شيء،
ولازم أكون عندك ريميدي. يعني أي إنسان أنا بوعده لازم أوفي. وبذكر لما كنا في القاهرة وكنا في الاتحاد، إذا عندنا أي نشاط أنا بيجي أوائل الناس. ومش كده، حتى أنا كنت في الابتدائي من أوائل الناس اللي بيجي المدرسة بدري جدا، حتى أصحابي كانوا بيضحكوا فوقي. فمحافظة المحافظة على الوقت وأداء الواجبات، ما برتاح أصلا أنا لو ما عملت واجبي. يعني لو عندي حاجة لو ما عملتها ما برتاح، فدائما بحرص إنه أعمل الأشياء في وقتها. لكن بيحصل أحيانا خذلان كثير جدا، إنه مثلا بذكر كنا نعمل البرامج بين ينوع الساعات حتى نازلوا ساعات طويلة جدا، لكن بعد ما أسناني إنه أنا حافظ على الوقت. فدي حاجة جارية في دمي، إنه أنا دائما بحافظ على وقتي وحاول أعمل الأشياء في وقتها. ولو حاجة ما عملتها ما برتاح. إذا عندي أي واجب أنا ما عملته ما أسأله في مجلة جابت لي ورقة وقال لي لا أنت سلمها، لو ما سلمتها ما برتاح. ولو في شيء مطلوب مني ممكن أسهل فيه وأكمل. يا طارق، امبارح بمناسبة الوقت دي طبعا بروفيسور صادق لما عملنا السيتنج بتاع الجلسة دي، ايوه دكتور AM، فطوالي اتصل بي قال لي اسمع AM دي ما بتنفع لانه الناس في السودان بتكون كم وقت. لا دي غلطة تكنيكال يعني، هنعدل يعني. فطارق جزاه الله خير عدلها، والوقت طبعا مهم جدا جدا، عشان كده احنا ما دارين. بالمناسبة عزول لو عنده حاجة لازم يتابع، المتابعة مهمة جدا. نعم. أنا بتذكر حصلت لي مشكلة، كان في لما كنت في الاتحاد العام للطلبة، طلعت البيان بتاع تكوين الطلبة وديته لواحد إنه مش يطبعه. كان مشيت لعبت لي كورة وحصلت لي إصابة كده وما مشيت، فكان وزع البيان وفيه أخطاء تبعي، هو المسكين ما قراه يعني. فطبعا اللوم حصل علي أنا كسكرتير إعلامي. من ذلك اليوم لحد أنا وانتهيت من الدورة أي حاجة بعمل أنا بنفسي، ما بعتمد على اللجان. حتى أحيانا بجي بوزع للطلبة المنشورات والمجلات والجرائد، الجماعة بيضحكوا فيقول أنت زول عبير ولا شو زول سكرتير إعلامي وزع للطلبة مالك؟ ترى الطلبة دين هم انتخبوني في النهاية، أنا لازم أضمن إنه الأشياء تكون وصلت لهم. لازم أضمن يعني. فدائما بحاول إنه أعمل دائما أتابع أشياء وأعمل أنا بنفسي. نعم. طيب نحن حناخد ثلاثة مداخلات. محمد حمدي تفضل. محمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا أخي محمد، حياك الله يا بروف. حقيقة الواحد ما يعني ما تعرف، الواحد بيقول الحمد لله بقمة الفخر اللي بيحس به، يعني انه في عالم، بارك الله فيك، بانه عالم من علماء بلادي بيحمل السيره الذاتيه والمسيره بتاعت النجاح الملهمه بشكل غير طبيعي. وتعلمت منها يعني انا انه الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان بالقدرات الشخصيه يمكن كانت هي من خلال سردك، يمكن هي بتعبر بالناس لانه يصلوا لنجاحات. طبعا ربنا ان شاء الله يوفقك وينفع بعلمك ويبارك لك في عمرك وفي عيالك وفي عملك وفي شيء بتقدمه لنا. جمعا ان شاء الله. والله يا دكتور يعني قمة الفخر بشكل كده الواحد ما يعني ما متخيله يعني. نعم. مجموعة بتاعت مشاعر والله طبعا حقيقة. تفضل حقيقة يعني السيرة الذاتية ليك والله يعني خسارة انه شخص وعالم بمستوى علمك وفهمك وتعاملك واخلاقك اللي شفناه في خلال الدورة دي، حرام انه ما يكون موثق انه كل الشعب السوداني يكون عارف السيرة الذاتية دي ويستفيد من العلم ده. ان شاء الله. محمد يعني دي ده الحافز اللي خلانا نعمل الجلسات دي يعني، لانه واصل يا محمد. انا شايف انه البروفيسورات اللي شغالين السع والدكاتره وكل الشباب شغالين في الدوره دي يعني ممكن السيره الذاتيه بتاعتهم الرسميه ممكن تلقاها، يعني تخش على المحل اللي شغالين فيه وكده بتلقاها، لكن وصلوا الحته دي كيف؟ فدي نحن كانت دي الحلقه المفقوده، فعشان كده احنا شغالين فيها. فاشوف اسعدي يعني الحاجة دي إن شاء الله تتوسق وتمشي لقدام، فحتكتمل لنا الصورة، نعرف إنه الناس دي ما لقوها سهل يعني. نعم. بس الصادق ده لما يقول لك يا أخي بروفيسور الصادق موسى
في الاقتصاد وفي كده طبعا. بالنسبه للزول العادي بشوف انه يا اخي الزول ده يعني لقى الموضوع ده سهل، لقى الموضوع ده يعني piece of cake زي ما بيقولوا خواجاته كده، لكن شوف الناس دي عانوا كيف يعني المعاناه اللي عانوها. وانا متاكد انه بروفيسور صادق بس يدينا بس الجانب المشرق يعني ما ادانا الجانب بتاع المعاناه كثير يعني. اكيد اكيد كل نجاح فيه تحديات كبيره جدا بتكون يعني. نعم بالضبط. شيء ثاني برضو انا والله حاب اشكر بشكل شخصي ونيابه عن زملائي في الورشه لو سمحوا لي، يعني اشكر المبادرين دكتور انور، دكتور ياسين، استاذ طارق، استاذ امتثال، وكل التيم العامل يعني على كل يوم بيقدموا لنا في حاجه جديده. يعني احنا اليوم اتعرفنا على الجانب الاخر والجانب اللي وصل البروف للمرحله دي، وممكن يكون قايد لاين بالنسبه لنا احنا كباحثين وكطلاب وكاكاديميين في انه الناس تسلك نفس المسار وانه تقوم تصل ان شاء الله وتكون إضافة بالنسبة للسودان. نعم. 17 يوم اللي نحن قضيناها في دورش دو حقيقة يمكن كمية المعارف وحتى المشاعر اللي احنا اكتسبناها والعلوم، أنا أفتكر إنه عمرنا الفات ده أنا بعتبره إنه ما بقول إنه ضايع لأنه هو وصلنا للحتة دي، لكن احنا حقيقة الشيء وصلناه في خلال 17 يوم والمعارف اللي اكتسبناها من العلماء حقيقة يمكن لو عدينا سنوات احنا نبحث عنها بطرق تانية وندفع دم قلبنا ما يمكن نتحصل عليها بالصورة اللي احنا تحصلنا عليها. فأنا حقيقة شاكر. شكرا جزيلا. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. يعني إن حقيقة موضوع العلم بالتعلم ده بدأنا في المساجد، تعلمنا القرآن في المساجد والمجالسة والأشياء زي كده، فالعلم دائما بالتعلم. بالنسبة لموضوع الإيمان بالله، الإيمان بالله ده شيء أساسي جدا، هو الوقود الحيوي. نعم. وده بيفرق بين الناس، لأنه الإيمان يزيد وينقص. كل ما كان إيمانك قوي، كل ما كان ما كفاية إنك تكون هارد وركر، لكن أفضل شيء إنك تفتح قلبك وعقلك للآخرين، تحب الخير للآخرين، تحب المشاركة، تحب المساهمة، وتعرف بأنه في النهاية أي خدمة بتقدمها لأي إنسان إذا ما زادتك ما بتنقصك، وده كله بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني بخلي الإنسان يكون إيجابي. نعم يكون إيجابي يعني. بارك الله فيكم. شكرا يا محمد، يديك العافية. بس معليش يا دكتور، بس كلمة أخيرة حقيقة والله يعني بمة الفخري، ونحن الشيء اللي أخذناه ده بدون عائد إن شاء الله أنا شخصيا بوعد في إنه بيكون في شكل مساهمات للوطن وفي شكل مساهمات للمبادرة إن شاء الله. الشيء اللي نحن اكتسبناه ونطبقه بشكل عملي ونزع إنه ربنا إن شاء الله يوفقنا وكتر خيركم كتير. وانا حقيقة كنت عايز افتح الكاميرا لكن مشاعري فضلت انه اتكلم بالاوديو بدون كاميرا. شكرا لكم كثير. ربنا يتقبل مشاعرك. انا دار اديك حقيقة، سبب النجاح ليست الحياة بعدد السنين التي يعيشها الانسان، ولكن بالمشاعر التي يحملها نحو الاخرين. فنحن نحيي مشاعرك. شكرا. الحياة ليست بعد الحياة عدد، أعود مرة ثانية معلش، الحياة ليست الحياة بعدد السنين التي يعيشها الإنسان، ولكن بالمشاعر التي يحملها نحو الآخرين. وكل مشاعرك نحو الآخرين كانت كبيرة، هي المساهمة التي تبقى ما بغي الزمان. والذكر للإنسان يعني الذكرى، والذكر للإنسان عمر ثاني، وده اسمه الاستثمار في الباغيات الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى قال فيها خير مردة وخير أملة وخير ثواب. شكرا لكم. تقول لها بغياء صالحات ان شاء الله. الله يديك العافيه. شكرا. شكرا. طبعا دي البذره دي دايرين يعني طوال تكون يعني تثمر والثمره تبقى بذره، والبذره يعني الحاجه دي تكون ماشيه عبر الاجيال ان شاء الله باذن الله. ناخذ محمد كوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام محمد. تفضل يا محمد. بروفيسور صادق كيف اخبارك وزملائك؟ تمام والله الحمد لله بخير، بارك الله فيك. شكرا لك اخي محمد، والله يسلمك. تفيد من قصه النجاح دي. انا كان عندي سؤالين والله. سؤال في البوينت بتاع الدكتور انور بتعلق انه هي، هل انت نظرتك بما انك انت زول اقتصادي وانك انت دكتور في المجال ده، هل انت خايف انه في يعني حاليا مثلا في السودان او في التطور الحاصل او في الاحداث الحاصله حاليا، هل السودان ماشي صحيح؟
أو حالياً هل اقتصادياً ممكن ينمو؟ طيب والله طبعاً السودان بلد ممتازة جداً وبلد متنوعة وممكن تنمو بسرعة جداً، لكن عندها مشاكل أساسية جداً. أول مشكلة في السودان، وهي دي مشاكل الدول كلها ما نمت بالرغم عندها موارد طبيعية وتنوع ثقافي وما نمت، هي institutional failure، فشل المؤسسات. نحن من سوء حظنا أنه منذ انهيار نظام النوميري في سنة 85 حصلت انهيار تدريجي لمؤسسات الدولة، وما في دولة أصلا بتقوم من غير مؤسسات. أول حاجة مفروض نبني مؤسسات الدولة، ثم بعد ذلك بناء الإنسان السوداني. عندنا السودانيين كثيرين جدا مؤهلين، إذا بنينا مؤسسة الدولة وإنه الدولة قامت باتجاهها، أنا أكد لك إنه في سنين بسيطة جدا ممكن نبني دولة حديثة تفوق تصورات الناس كلهم، لأنه عندنا كل أسباب التنمية. الكادر البشري موجود، الخريجين الكتار جدا شايفهم موسع محبطين، لهم 10 سنة و 20 سنة ما شغالين. ده موضوع بسيط جدا، إنه تعمل حاجة اسمها صندوق تدريب الخريجين، تطور لهم مهاراتهم إذا دارين يعملوا تجارة أو بيزنس، وتطور لهم مهاراتهم لو دارين يشتغلوا، وفي النهاية تخلق لهم وظائف. فمشكلتنا الأساسية نحن ما عندنا الآن أنشطة إنتاجية، كل الأنشطة الموجودة في السودان أنشطة طفيلية لا تخلق وظائف، وأي اقتصاد ما بيخلق وظائف في النهاية الناس حكون في نسبة العطالة تكون طويلة جدا كبيرة جدا، ومكون في تنمية في البلد ومكون في إنتاج. فأنا بتمنى هنا من مكاني ده أناشد كل السودانيين على رأسهم رئيس الوزراء حمدوك اللي هو رجل قريب من عمي يعني، إنه يسمحوا للكفاءة قبل كل شيء. السودان ده الزمن ده كله السوداني ما تكلموا يعني كيف يحكم السودان، يتكلموا من يحكم السودان. المرة دي نحن دايرين كيف يحكم السودان، ما دايرين من يحكم السودان. ما عندنا أي قضية، يجيب لنا أي زول من أي مكان لكن يشتغل لنا شغل مؤسسي، يسمع للآخرين، يكون عنده مهارة. فأول خطوة إنه نبني مؤسساتنا، وكلنا السودانيين نفكر كيف يحكم السودان، من ليس من لا يحكم السودان. إذا بنينا المؤسسات عندنا الزراعة وعندنا الصناعة وعندنا أشياء كثيرة جدا، حتى السياحة عندنا مواقع أثرية كثيرة جدا. والله السودان ده لو استقر السياحة دي تدخل علينا كثير جدا، وكل السودانيين في الخارج دي حيرجعوا بكل أموالهم إذا حصل استقرار. فأول خطوة الآن نحيي السودانيين على السلام، ونتمنى إن شاء الله يكون سلام دائم. تقابلوا خطوة إن يجلسوا كلهم مع بعض، يخلوا موضوع البل والبل الآخر عشان ما يغرقونا، لأنه الآن هنا غرقنا خلاص. كلام جميل. وعدم الرضا بالآخر ده كلام ما منطقي أصلا. الزول النظيف المؤهل يمسك وظيفة، الزول ما نظيف ما مؤهل، في قانون في البلد في النهاية، وفي عدالة، وتكون العدالة كلية مع عدالة استقصائية طبعا في النهاية. فلو حصل الكلام ده أنا أكد لك إن السودان ده في سنين هيكون في الفترة الانتقالية دي فقط هتبني دولة سودانية قوية جدا، وتجي الانتخابات بعدك السودانيين يختاروا اللي عاوزينه. فأنا بحييهم من هنا على السلام، وبناشدهم إنه الحكومة الجاية دي ما يكون فيها أي مخاصصات، ما فيها أي مجاملة. الشخص الغوي يقدر يشتغل يعني، وأمين وعنده كفاءة يخدوه، والناس يقبلوا يشتغلوا مع بعض. في زول عنده أي جريمة المحاكم موجودة، في قانون في البلد في محاكم. زول نظيف أدي فرصة في النهاية، مهما كان جاي من ملتزم ما ملتزم، عنده أيديولوجية ما عنده، المهم في النهاية نحن دارين مهارة السودانيين. ما دارين من زول إنه أنت مخير في حياتك، حياتك الشخصية مخير فيها، مخير في فكرك، لكن الدولة دي لما تيجي تشتغل فيها تشتغل بإنه دي بلدك. إحنا الآن لحد الآن ما عندنا انتماء للسودان، كل الانتماء انتماء قبلي ومناطقي وغيره وغيره، فما وصلنا مرحلة الدولة المدنية اللي ممكن تقود البلد. وعندنا فرصة الآن إنه السلام الحمد لله يتوقع، المرحلة الجاية اختيار أنسب الناس، كلنا نشترك ونخطط لبلدنا ونبني المؤسسات كلنا في مجاله، وبعد ذاك الزول ده يتكلم في السياسة وعنده أحزاب ينتظر انتخابات مندية. إذا حصل الكلام ده إن شاء الله البلد تتطور بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. يديك العافية. يا دكتور بس لك التحية طبعا، وشكرا لك على الفيديو. بارك الله فيك. طبعا بالمناسبة أنا من أهل ناس كوستي، أنا من كوستي ذاتي، والدي والدتي مرابع ناس مضلة. وين في كوستي؟ في تحيي كوستي. النصر ناس مضلة. ناس مضلة عبد الله. بعرفهم أنا مرحب بك. الله فيك. أنا مرحب. إشتفى أيام جميلة جدا كوستي.
ساهمت بالمناسبة كوسي ساهمت في تطور الشخصية، قعدت فيها سنة 85 وبعد ذلك مشيت كنت شغال في كلانا وساكن في كوسي في الحلة الجديدة يوم محطة الكشك يوم نادي أكتوبر بالتحديد. نعم فاستيام جميلة جدا في كوسي. طبعا يعني الجلسة دي إن شاء الله يعني كان ما كان حتكتمل بدون مداخلة كده من البروفيسور الغامة سعاد بدري. تفضلي. تفضل يا بروفيسور سعاد. بروفيسور سعاد طبعا انا مدين له لانه ابونا مالك بدري سبب في وجودنا هنا وساعدنا في الدراسة. فأنا أحيي بروفيسور مالك بدري وكله آل بدري وربنا يبارك فيهم، أسرة عظيمة وقدمت للسودان في مجال التعليم. ربنا إن شاء الله يرحم أبونا مالك البدري ويبارك في أحفاده إن شاء الله. تفضل يا دكتورة. أمين يا رب. شكرا لك يا بروف صادق، الليلة متحتنا يعني استمتعنا لسيرتك بتاريخك وكفاحك وإن شاء الله يكون أنا صوتي مسموعي جماعة. الصوت بعيد شوية يا بروف. حاول أدوي. طيب أولا أشكر بروفيسور صادق على المدعى يعني اللي استمتعنا بها في اللقاء ده، وأشكر كل المشاركين في التنظيم والترتيب له، وإن شاء الله لسه لقدام هنشوف حياة أجمل يعني. أنا يعني أدخل في الموضوع مباشرة عشان ما أضيع وقت الناس كلهم القاعدين، وسؤالي هو لبروفيسور صادق، أنت معانا كانت كبيرة يعني والنتيجة كانت أجمل يعني، وإحنا كلنا هسه شايفين الحاجة دي وبتكون حافز للشباب. أنا تركيزي على الحافز للشباب. الشباب السوداني حاليا بيعاني معاناة شديدة جدا في انعدام الفرص تماما قدامه أمامه يعني، لكن لو رجعنا ل 30 سنة لورا قبل ثورة الإنقاذ بنلقى إنه التعاون الدولي ما بين السودان والعالم كان بيدي فرص للشباب وفي جميع المستويات يعني، كان في المنح من مصر يعني من مصر، وكان في المنح الهندية والمنح يعني في دول العالم التالي، لكن وكان في المنح الأوروبية والأمريكية برضو، كانت مضمرة في بروتوكولات في التعاون الدولي يعني ما بين الحكومة السودانية والعالم. والحياة دي كلها في فترة الإنقاذ للأسف تدهورت مع تدهور العلاقات الخارجية ما بين حكومة الإنقاذ والعالم واتلغت، لأنه طبعا إحنا عارفين إحنا يعني ربنا أدانا الفرصة إن ندعم الخارجين، عارفين إنه لو ما أنت تابعت عملت فولو أب دقيق جدا لطلباتك ولعلاقاتك ولاتفاقياتك بتتلغي يعني لازم تجديد طوال، فتلغت للأسف وتجملت وإحنا ما عارفين الحاصل شنو بالضبط يعني، إحنا ما قادرين يعني ما قادرين نقيم الحاصل شنو للاتفاقيات دي، هل يمكن إعادة الحياة لها عشان شبابنا يستفيدوا منها؟ نسأل منو؟ هل نسأل التعليم العالي ولا نسأل رئاسة الوزراء؟ لأنه زمان بتذكر إنه كانت رئاسة الوزراء هي اللي بتشرف على المنح الخارجية. فياريت يا بروفيسور صادق تمرين يعني تدينا رأيك في الموضوع ده، كيف نساعد الشباب السوداني الطموح في إنه يصل أسرع من المشوار اللي أنت تعبته ومشيت فيه من خلال اتفاقيات قوية ويعني تكون ما بين حكومة السودان والعالم الآخر؟ شكرا جزيلا. طبعا يا بروف سعد بدري بارك الله فيك، كلامك صح. أنا أذكر يعني بعد ما أنا خلصت الثانوي كان لحد فترة الحكومة الصادق المهدي ربنا يبارك فيه ويدي الصحة والعافية الإمام الصادق، أي منحة واحدة بس بيعلنوها في الجرائد، إذا في منحة واحدة بتعلن في الجرائد. أنا بذكر مرة جيت من كنانة كان الجامعة أفريقيا قبل ما يقعد أفريقيا مركز دعم الأفريقي عندهم كلية بتاع الدعوة الإسلامية وتربية عاملين فرص وأعلنوها في الجرائد يعني، وجيت قدمت فيها. فالأشياء دي انتهت بانتهاء في زمن الإنقاذ، وكل أسف
كان بخطاه في الأدراج. أنا أحكي لك قصة. إحنا في ماليزيا هنا كان جه وزير التعليم العالي واتفق مع الحكومة الماليزية وأدوهم 250 منحة. أدوهم 250 منحة. ما في أي زول في موضوع المتابعة سألتني منه. ما في أي زول في السفارة تابع. فكان جو إخوة مبعوثين من جامعة الجزيرة وأنا مشيت معهم. لما قابلنا السفير قال والله أدونا 250 منحة لكن ما في زول تابعها. فنحن الآن بنحتاج إنه نبني مؤسسة الدولة ونعيد الصيغة للعالم إنه المنح اللي كان بيجي بخطاه في الأدراج ده كان بيحصل كثير جدا. كان بخطاه في الأدراج يعني لحد ما تنتهي. حصل الكلام ده كثير جدا في زمن الإنغاز. الثقافة دي تنتهي. وفي طبعا العلاقات الثقافية مفروض ينشئوها تاني من جديد. هي اللي بتدير المنح. العلاقات الثقافية كان هي اللي بتدير المنح. مفروض ينشئوها تاني من جديد عشان تشرف على المنح أو يطوروها. بعد ذلك الوزارات، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي وغيرها. فده بيحتاج في إطار بناء الدولة. لو الدولة اتبنت كويس حنعيد علاقتنا مع العالم وحترجع المنح تاني. لكن مثلا الشباب، أنا من الناس اللي قابلتهم مشاكل في زمن الإنغاز. نحن اتخرجنا 92 93 خدتونا في غيبة الإرهاب. العالم كله تقفل علينا. لكن في النهاية ما فقدنا الأمل. غامرنا وجينا فتحنا ماليزيا دي وجبروا فيها ناس كتار جدا. يوم من الأيام كان معظم المبعوثين من بيجي بيدرس هنا في ماليزيا من الحكومة السودانية. فالإنسان لما تتقفل عليه الفرص يعني في النهاية يحاول يجتهد يشوف أي طريقة. نحن المعاناة عانينا دي بسبب الإنغاز. تلاوة تعيق وتقول في غير الدراب تقفل علينا العالم. الناس كلهم كان بيجروا في أوروبا وفي أمريكا وغيرها. ما في طريقة تانية خلاص. فقمنا في النهاية لما الأمور تقفلت علينا شقينا طريقنا وفتحنا مسار جديد وجينا ماليزيا وفتحنا جنوب شرق آسيا. هل هي بيجت ماليزيا؟ لو سمحت لي يا بروف، لو سمحت لي يا بروف، يعني معليش معليش دكتور ياسين، أنا ممكن حأخذ وقت شوي زيادة. أخذ راحتك يا بروف. تمام. بالنسبة لتجربتك الشخصية زي ما أنت حكيتنا إنه أنت كان يعني عندك تربية معينة هي اللي دفعتك في النهاية لأنك تواصل. إحنا مثلا في جامعة، أنا اشتغلت طول عمري في جامعة الأحفاد، في جامعة الأحفاد يشجعونا على إننا إحنا نشوف يعني بيقولوا لنا بطريقة بالبلد كده بيقولوا لنا بحبتوا كويس، وبيقولوا لنا المتابس بيقع يابس أوكي طبعا، وبيقول لنا العمل في بدر عنده مقولة مشهورة جدا بيقول إنه ربنا يرحمه بيقول إنه الماء بتحشر بتقشر والبتقشر بطير كويس. دي ثقافة جميلة جدا، دي ثقافة جميلة جدا. وبالإنجليزي بقول لنا أعملوا أكبر مجهود ممكن، the worst answer you can get is no. أوكي كلام جميل جدا. فعلى هذا الأساس، والما في حسادة ما في غتاتة ما في زول بيقف في سكتك ما في زول بعكسك مهما تكون جونيور. كلام جميل جدا. جونيور بدوك الفرصة إنك تراسل وتخاطب وتسافر وكذا. فده كان يعني جو مشجع للحاجة دي. لكن يا بروف، أنا وإنت متفق إنه الحاجة دي تحتاج لتدريب، تدريب مهارات. أي تدريب مهارات. وأعتقد الورش دي اللي إحنا قايمين عليها دي في مجال تدريب المهارات دي. طيب طبعا. أنا بتذكر كنت حضرت برنامج في النرويج، فسألني بروفيسور نرويجي قال لي الناس اللي بنختارهم من السودان وبجونا هنا لما نمشي نختارهم بنفاجأ بالإمكانيات والقدرات وكده، لكن يوم اللي يصلوا هنا بيتدهوروا ما بنعرف نتعامل معهم كيف. فأنت قلت له احتمال يكونوا محتاجين لبرنامج إعدادي زي ما مثلا الداد الألمانية تعمل برنامج إعدادي للناس اللي بيحضروا في الألمانيا. قام قال لي مين بيدفع له البرنامج الإعدادي ده؟ هدفع لي السودان ولا هدفع لي النرويج؟ في لوجيستيكس زي دي. يعني إحنا اللي بسلينا الحكومة هي يعني هسي ما قادرة على السيول والفيضان. فموضوع الدراسات العليا وكده بالنسبة لها بتكون ما أولوية. إحنا كمجموعة يعني متميزة ومرين بالتجارب دي ساهمت. أنا بعرف برضو إنه المؤسسات الخارجية دي ممكن تقبل مخاطبات من جهات زينا ما بالضروره الحكومة. نعم. قبل بروف الصادق ما يجاوب يا بروف سعد، انت خاتمك في القائمة بتاعت ونسة على دروب النجاح دي، ف يعني
ما أقدر أقول جهز نفسك، لكن يعني أنت جايين عليك يعني. أي جدا جدا يا سلاسين، تحت أمرك وإن شاء الله يكون كلامي مفيد يعني. أكيد بإذن الله. أنا طبعا أنا اقترحت إنه أنا عندي تجربة قبل كده، أعوذ بالله من أنا في صندوق عون الطالب، صندوق عون الطالب. الصندوق ده أنا كان لي الشرف لما كنت في اتحاد الطلبة في مصر عملت إعلانه، أول إعلان افتتاحي إنشائي للصندوق عون الطالب ده عملنا نحن. وكان المشكلة الأساسية إنه الحكومة وقفت المنح، فجبنا رجال الأعمال يتبرعوا لنا. والصندوق كبير ونما لكن قد تكون إدارته سيئة، فأنا بقترح برضه يكون في صندوق تدريب الخريجين، يكون في جهة عديل كده رسمية، يكون فيها ناس متطوعين وجهة حكومية إنه يدربوا الخريجين، يعملوا لهم soft skills، لغة ومهارات كتابة السي في ومهارات بتاعت كمبيوتر ومهارات التانية، أدار يشتغل في سوق العمل يمشي، أدار يحضر يمشي، أدار يعمل بيزنس يعمل. فأنا بتبنى إنه نعمل صندوق تدريب الخريجين يكون في جهة حكومية تدوره وتديره، ويكون في ناس متطوعين زينا نحن كده يقدموا التدريب. فأنا بفتكر إنه ده الحل والفكرة نجحت، وأناشد يعني من هنا إنه ننشئ صندوق تدريب الخريجين على 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 غرار صندوق دعم الطالب اللي هو الأنشأناه ونحن، وأنا عملت أول إعلان بالنسبة له. صح قد يكون في ممارسات ما منطقية لكن الفكرة كانت نبيلة. فالحل في صندوق تدريب الخريجين، وزارة الموارد البشرية تمشي هذا الصندوق وتعمل اللي بتقدر تعمله، والناس المتطوعين زينا كده يقدموا المهارات التدريبية. شكرا جزيلا بروف، وده يعني نعتبره افتتاحية كده، افتتاح يعني بعد ذاك الناس ممكن تساعد بأفكارهم. نحن منتظرينك إن شاء الله، منتظرينك ومنتظرين الآخرين جدا دائما بيبدمين وخطونا في وش المدفع دائما، لكن ما في مشكلة إن شاء الله. اليوم ألف حاجة أنا شايفة يعني فعلا كانت افتتاحية جدا بنسبة إن شاء الله. شكرا إن شاء الله الجاي أفضل، الجاي ان شاء الله افضل، الجايين افضل مننا بكثير ان شاء الله. عشان الوقت دكتور صادق ده خلاص الوقت لي اللي عندهم شديد، ناخذ اخر مداخله من دكتوره صفاء حامد، تفضلي دكتوره. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتوره صفاء. شكرا جزيلا والله على يعني جميل جدا، واحنا رحله صراحه بروفيس والتيم. الحقيقة أنا بس لو سمحت لي يا بروف كنت عايزة أعقب على كلام دكتور أنور الجبيل قال جدا تفضلي. يعني إحنا يا بروف صراحة في الفترة اللي فاتت دي معروف وضع التعليم في السودان وكذا، أنا بتكلم عن أطفالنا أولادنا الصغار دي، هم فهموا كله إنهم حسة مجرد ما يمتحن، يعني أنا عندي طالب ممتحن يمتحن حسة الأيديز بصير جدا إنه يقرأ برا السودان وعنده جستيفيكيشن عشان كذا وعشان كذا، انا لازم امشي اقرا برا وكذا. انا قريت جامعة الخرطوم طبعا وخلاص شايفينها جامعة الخرطوم ما في حاجه احسن منها، لكن صراحه الزمن اتغير يا بروف هسه، حتى ما صارت الحاجات كما كانت. انا بس كنت عايزاك تدينا ريكومنديشن، انا احنا هسه بنخاف على عيالنا الصغار دي انهم يطلعوا الشارع ويجوا، الزمن ما زي يعني رحلتكم اللي كانت جميله وفيها درجه من الامان والاطمئنان. حتى إحنا زي ما بقول بقينا يعني بين المطرقة والسنان، ما عارفين فعلا إحنا. أنا ذاتي كأستاذة جامعية وكدكتور عارف الوضع في السودان شنو، وفي نفس الوقت ما قادر أسمح لهم بإنه أي خلاص ممكن يمشوا يقروا برا. أنا بس عايزك تديني نصيحة يا بروف، أنت رايك شنو، هل ممكن النادي يمشوا برا تكون حياتهم آمنة ولا تفتكر شنو يا بروف؟ إحنا حقيقة محتارين شديد. هل يمشي طوالي جدا؟ لا دقيقة دكتور 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 ياسين، والله أنا خوفك له منطق. يعني حقيقة حصلت مشاكل كثيرة هنا في ماليزيا، أنا أحب أحيي الناس كلهم من هنا، مخدرات وفي ناس انتحروا أطفال طلبة هنا، ومشاكل أخلاقية كثيرة جدا. يعني بعد ذاك اكتشفنا إنه الناس اللي عندهم المشاكل دي معظمهم جايين من الخليج، من بالتحديد من الإمارات وقطر وعمان والكويت، الجايمين السعودية فيهم وفيهم، كلام جميل. الموضوع بتوقف على تربية الأسرة ومتابعة الأسرة. في ناس جايمين السعودية أهلهم ربهم كويس جدا، أيوة. وبدوا من إليمنتري، قروا اللغة الإنجليزية في سنة، قروا اللغة الإنجليزية في سنة، وقروا فاونديشن سنة،
ويتخرجوا وموشوا الآن شغالين في أحسن الشركات في السعودية. والشيء الأجمل إنه تعرفوا على الثقافة السعودية وبنوا شخصياتهم. والله لما جو ما تعرف الأريتري من السوداني، كلهم شفت شنو ثقافة سعودية ولسان سعودي، كلام جميل. ففي الخمسة سنة اللي قروا فيها دي اكتسبوا اللغة واكتسبوا المهارات وتفوقوا، وبعد ذاك بنوا شخصيتهم السودانية، بقوا سودانيين يعني عليل كده يحتكوا بالسودانيين الموجودين هنا في البرامج. على الجانب الآخر في ناس هلوا يعني دخلوهم مدارس انترناشونال في الإمارات وفي قطر وفي غيره وفي غيره، وجي هنا انحرفوا ومخدرات فيهم من انتحر ومنهم من انحرف ومنهم تم 10 سنة ما تم. فالموضوع يا دكتورة صفاء بتوقف على الأسرة. إذا الأسرة مربية ابنها تربية كويسة ويتابع ما بيتيجي تفكوا هنا. في قصة حصلت مشهورة، واحد كان دارين يعدموه جه هنا يقرأ وفي النامشة قعد مع ماليزية، والماليزية بيتها ماتت ومسكوه في قضية. قضية كانت مشهورة جدا، وأهله لا عارفين إنه بيقرأ ولا عارفين إنه بيعمل كده ولا كده. فالنوعيات زي دي بيضيعوا. الناس اللي أهله ما ربوهم تربية كويسة وما متابعينهم في السودان بيضيعوا. عرفت المخدرات الأولاد المختلفة هاي كلام جميل. فيتوكل على الله، وإذا عندك مقدرة مادية إنك تجري وده حقق له طموحه. وأنا إذا دارت تجري وتواصل معي وأشوف لك أنسب فرصة، لكن ده بيقتضي إنه هو يكون مربى تربية كويسة ويكون متابع، أهله متابعينه طوالي، أهله متابعينه. فما في مشكلة إنه يقرأ برا، بس المقدرة المادية وإنه يقدر يتابعه إنه هو يقرأ فعلا. في ناس مسؤولين كتار والله. هسه في ولد كان جاء هنا أهله في أبها، أهله مربينه تربية كويسة جدا، والله جاء ومشى قرأ في جامعة صينية كلها صينيات يعني ما ملتزمات ذاته، وصينيين وعيري وغيره، واتفوق يعني السي جي بي بتاعته 3.8 أو 3.9. الموضوع بيتوقف على تربية الطفل ومتابعة أهله بس. حتى في السودان لو ما في متابعة في النهاية برضو منحرف. فيتوكل على الله إن شاء الله وشوف اللي قدرت تعمله. وإذا أي دائرة أي مساعدة أو أي معلومة تواصل معي في الخاصة، ممكن تشيل تلقى التلفون بتاعي إن شاء الله والإيميل في الباوربوينت بتاع التدريب اللي قدمه ده، وأنا فيه التلفون وفيه الإيميل. أي زول عنده ولا دائرة يقرأ وعنده أي استشارة أهلا ومرحبا بكم. التلفون مفتوح والإيميل مفتوح، ما في أي مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله بيجي لربع كله خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب يا استاذ دقيقتين لانه الوقت صراحه خلي تفضل تفضل ابو مصري خليه السلام عليكم والبنان. شكرا لكم كثيرا على هذا السرد الجميل لسيرة الصادق بروف الصادق، نقول له ابونا الصادق. الصادق هو انا ما من مجال الاكاديمي، لكن الصادق كان جار لفتره من الزمن ماليزيا هنا. فيعني انا ما كنت يعني سربرايز وذ ستوري، لان كنا عارفين ناسنا ونشاطنا معاه وكلامنا، وكان يشرح لنا الكلام ده، وكان ملهم جدا جدا انه دول بدا من باك جراوند بعيد لحد ما وصل يعني محلات بعيده جدا جدا. فهي قصه ملهمه جدا جدا من المعاناه مرهم بكل الاشياء دي الى ان وصل حتى ماليزيا، ووصل الان يعني ما شاء الله يعني برغم الريجكشن اللي حصل له والدليل اللي حصل له لحد ما نال الدرجة العلمية التي يصل إليها. ويعني كنا نلتقي يعني في الجامعة جنبنا وفي الشارع والونسة والدكان، يعني كان دائما حكاياته وقصصه ملهمة جدا جدا. أيام العيد الأعياد أتوقعت كان يكون في شخصيات أكثر هنا من الناس اللي عاصروا يتكلموا عن مسيرته. أنا يعني قابلت فترة وجيزة، لكن في ناس قابل بروف الصادق. أنا بقول دكتور الصادق من لسان بنقول دكتور الصادق حلتنا بروف الصادق. ف أنا الصادق ما بنقول دائما دكتور الصادق ما قاعد نقول بروف. الباش مهندس محمد الصادق طبعا شغال في بتروناس، ونموذج للطلاب السودانيين الجو هنا قروا في بتروناس واشتغل في شركة بتروناس. أنا مرحب بك يا أحمد الصادق. واصل يا محمد الصادق. أنا حاضر هنا اللقاء مع زوجتي، بسلم عليك كثير السلام دكتور خالد. الله يسلمك، بارك الله فيك. تحياتي للاولاد، ما عرفنا انهم فاتوا ابها، ربنا ييسر ان شاء الله. ان شاء الله تواصل معي، ان شاء الله اديك تليفون تواصل معي في ان شاء الله. بارك الله فيك محمد الصادق. ياسين ان شاء الله، دكتور ياسين برضه في السعوديه ما شاء الله ما شاء الله. فدكتور ياسين كان كلمه ريسيرش، لو ممكن عندي ممكن معك كلمه ريسيرش ورك شوب لسه متواصل.
ممكن نتواصل معاكم انه درست في الريسيرش. جدا هو الان الورش قايمه والورش اللي فاتت كلها موجوده في اليوتيوب. لا طبعا هي حضرت جزء من اليوتيوب لكن خليك ما ترى انا عاويه انت كيف بترسل لي بعد الورش بكون بحضر اي تحضيره معي برضه يعني. فنتواصل معي ياسين ان شاء الله نتحضر مع باقي الورش. جدا ان شاء الله برسل لك تليفون. قصه ملهمه لكن ممكن تكتب كتاب يا بروفيسور صادق. ممكن تكتب كتاب ان شاء الله في جدا ان شاء الله في المستقبل. او ياسين يا دكتور ياسين ممكن ترضى اعمل ويكيبيديا اتكلم عن انشاء الاسماء او يعني يكون عندنا يعني ارشف الناس اللي قدمت وعملت ممكن نعم. تعمل ويكيبيديا اثناء بعض الحديث بعض الاشياء او عندك هنا الويب سايت بتاعك ممكن تأشف لهذه الاسماء الناس تقرا عنها وتسمع عنها وممكن طبعا يا بروف ممكن تاخذك زمن دكتور انور عامل بس معلش دكتور انور عامل ويب سايت اللي هو فيه السيره الذاتيه بتاعت البروفيسور الصادق والجماعه شغالين في مهارات وفن البحوث و يعني السكرين اللي قدامكم عاملها شير دكتور انور واللي هي المدربين لما تمشي للحته الفقره بتاعت المدربين في الدوره بتلقى فيها كل السيره الذاتيه بتاعت المجموعه النيره دي ان شاء الله. لكن ان شاء الله نحن حنستضيفهم واحد واحد بما فيهم دكتور انور كلهم يعني ان شاء الله حيجونا في ونسى على دروب النجاح يعني ان شاء الله عشان وش كثير ثانيه في مجالات ثانيه كويسه دكتور. نعم باذن الله. طيب يا جماعه عشان لانه بعد شويه بعد اقل من ساعتين عندنا برضو ورشه في شكرا محمد الصادق. شكرا محمد الصادق لكم جميعا يعني سعيدين يعني استمتعنا جدا يعني رحله كانت مليئه بالايمان مليئه بالتفوق مليئه بالنجاحات مليئه بالمثابره بديناها من الرنك في جنوب السودان مرورا بكوستي كينانا الأسهر ماليزيا اختتمناها بمشروع فكرة مشروع تدريب الخريجين اتعلمنا فيها الرضا سبب النجاح يعني وأي إنسان عنده رسالة يعني جزاك الله خير يا بروفيسور صادق يعني صراحة يعني بارك الله فيك يعني وجزاكم خير إن شاء الله وأنا أعرفك وبقدر ما يعني الواحد كان قاعد معك كثير لكن الجلسة دي يعني فرق تماما وكثر خيرك وشكرا على زمنك وشكرا على المجهود اللي بارك الله فيك ونحن ان شاء الله سعيدين جدا انه هذه الورشه وانت واخونا الدكتور انور وكل التيم معنا انه الان جهودنا اثمرت ونتمنى نمشي لقدام ان شاء الله بارك الله فيكم. شكرا جزيلا يا دكتور صادق منكم نتعلم من الدكتور انور. شكرا للمحاور البارع والجميل ياسين شكرا لك منك بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. مع السلامة بارك الله فيكم. السلامة كل الإخوة والأخوات فرصة سعيدة إن شاء الله. عندكم ورشة ثانية دليلين أحضروا الساعة 8 مساء مش كده عندكم هناك نحن بنكون نايمين لأن شهيدة في الفيديو إن شاء الله. يلا السلام عليكم. بارك